يا الله يا كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل الإخوة والأخوات اللي موجودين في الجزائر والإخوة اللي موجودين في الخارج. ولو أننا في وقت متأخر من الليل، ولكن لا بأس، هو أن الإنسان ما لازمش يخلي هذا الفضاء يعمره الناس بالفيروسات نتاعهم. لا شك هو أنكم تتابعوا في تطور الأحداث، ولعلكم طالعتم الفضيحة المدوية نتاع رشيد نكاز، وكذا ترشيح عبد العزيز بوتفليقة. أقول ترشيح مشي ترشح، ترشيح. وهذه الملايين من التوقيعات اللي راكم تلاحظوا فيها من خلال السيارات هذيك اللي ظهرت وداوها للمجلس الدستوري، وكذا انسحاب علي بن فليس وعبد الرزاق مقري، وظهور بعض المسيرات بعد يعني بعد ما اعلنوا ترشيح نتاع عبد العزيز بوتفليقه. نبداو اولا بالفضيحه نتاع رشيد نكاز. هذا رشيد نكاز اللي كان يبيع لكم في الاوهام، وكانوا للاسف الشديد كثير من الشباب منخدعين بالحركات نتاعو، بالضحكه نتاعو الصفراء، تلك الضحكه الصفراء التي تخفي وراءها الكثير من السموم. للأسف الشديد هو أنه الشباب العاطفة اللي تمشي فيه، لما أنت تنصح فيهم تقول لهم أيها الشباب حذاري حذاري من هذ الناس، راهم يلعبوا بكم، راهم يبيعوا لكم في الأوهام، كان منكم اللي سب، وكان منكم اللي هو واحد يقول لك هاك حسدته، واحد يقول لك راك غاير منه، واحد يقول لك كذا. احنا نقول لهم باللي هذا السيد راه نصاب ومحتال، راه النتيجة الآن أمامكم. ما الذي فعلتموه أيها الشباب؟ ناس تجري لا قارية القانون ولا تعرف الدستور ولا طالعوا عنده برنامج ولا عنده نضال سياسي، ظهر والناس تمشي والناس تضرب في الزرنة والناس تصفك. قلنا لكم باللي أيها الشباب راهم يلعبوا بكم، راه عندنا التجربة لا بأس بها مع هذا النظام. هذا الشخص هو نفسه في الانتخابات تاع 2017، وكانوا كثير من الشباب اللي راهم مشاو معاه على حسن نية. احنا على بالنا باللي كاين الناس اللي راهم هما يمشيو على حسن نية ويعتقدوا من انه هذا وجه من الوجوه الجديدة وغير متورط في الفساد وخارج المنظومة تاع النظام وجاء من أجل التغيير وراه يحب البلاد، والدليل في ذلك راه تنازل الجنسية نتاعو إلى غير ذلك من المسائل. كنا نقول لكم باللي أيها الشباب المسألة لا تتعلق بالجنسية، وإنما هذا الشخص راه كان يدافع على المصالح الفرنسية، وليس من المنطق وليس من الحكمة ولا من العقل هو أنه مباشرة بعد السيد ما كان هو يدافع عن المصالح الفرنسية يلا يتحول ب 360 درجة ويصير هو يدافع للجزائر. كاين البعض منكم اللي يقول باللي وهذا الناس اللي راهم في السلطة، وهذا الناس اللي راهم في السلطة، وهذو وطنيين، وهذا الناس اللي راهم في السلطة، وهذو راهم ثاني أيضا راه عندهم جوازات سفر وراه عندهم جنسية أجنبية، وهذا الناس راهم سراقين، وهذا الناس راهم نهابين، وهذا الناس تاع رشوة، وهم اللي داروا لنا الفساد، وهم اللي كذا. كنا نقول لكم باللي يا أيها الشباب احذروا، ما لازمش تطيحوا في الفخ، ما لازمش تطيحوا في البياج، لأنه هذا الناس راه صحيح هو أنه عندهم فساد، وصحيح هو أنه الشيء اللي راكم تقولوا فيه، ولكن ما لازمش الإنسان هو أنه كما نقولوا ينتقل
من جهة لجهة، يعني الناس اللي هما كانوا هما متسبين في الخراب نتاع البلاد ومتسبين في الفساد نتاع البلاد، وتروح انت فيما بعد تزيد انت تسلمها الناس اللي ما عندهم حتى يوم نتاع النضال في الجزائر. هذا الشخص بالذات لما ترشح في الانتخابات التشريعية منكم أيها الشباب اللي كان في تلك المرحلة، لما كنت أنا نوجه له في بعض الرسائل وكنت أنا نوجه له في بعض الانتقادات، كان منكم اللي سب فيا وكان منكم اللي يقوم بعملية نتاع التشويه والكذب وتبلعيط إلى غير ذلك. واش دار؟ راح رشح أخته معاه ورشح خوه معاه، ولما نشرنا الخبر هذاك من خلال المعطيات من عند ناس كانوا يتبعوا فيه وكانوا معاه وصدموا، انصدموا، صارت لهم صدمة كبيرة، لعل منهم اللي راهو الآن راهو يتبع فيه، انصدموا لما شافوه هو رشح أخته ورشح أخوه معاه. لما نشرنا الخبر قال لك اودي انتوما وكذا وكيفاه ويا خويا وراكم تمارسوا في التضليل وتمارسوا في التشويه وكذا وكذا. ومن بعد لما هدرها هو بنفسه، وبدل من انه هذه الوجوه تستحي، يلا زادوا كملوا معاه. والان في 2019 شحال درك هو راه يجري فيكم ايها الشباب في المسيله وفي خنشلة وفي عنابة وفي ميلا وفي عدد من الولايات، وحنا نقول لكم أيها الشباب راهو يبيع لكم في الأوهام، راهو يبيع لكم في الريح، منكم اللي يسب فينا ويشوه فينا. حاشاكم، حاشا الناس اللي عندها عقول، حاشا الناس اللي عندها مثل الكلب اللي انت تنحيله في القراد هو يعض فيك، مثل الكلب اللي انت تنحيله في القرد هو يعض فيك. ساعات هو انه نستعمل الاستفزاز، الاستفزاز العمدي، حتى باش هاد الناس باش يفطنوا، خطر منهم اللي هو مشيت له العاطفة، العاطفة هي اللي تمشي فيه، لا عنده عقل راه يفكر فيه، راه يستخدم في عقله، ولا راهو ينظر للمصلحة نتاع البلاد، هو راهو يشوف بنظرة سطحية ومرات حتى نتاع غضب، بمعنى انه راهو هو غاضب من هذا النظام. النظام رانا قلنا لكم نظام فالس، النظام فاسد، النظام ما تنتظروا حتى منه حاجة، يعني اللي راه هي تفيد البلاد. ولكن 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 مش هذا هو اللي يجيب التغيير. هذا الإنسان اللي هو مازال ما وصلش للسلطة، هذا غير فقط هو ترشح في البرلمان، ترشح في البرلمان، لو كان جا هو راهو أراد فعلا هو أنه يخدم البلاد، ولو كان جا هو فعلا راهو مليونير، لو كان راه هو استثمر الأموال نتاعو استثمرها في الجزائر. كاين منكم من أصحاب الرؤوس المقفلة يقول لك وعلاه وهما راهم في الجزائر راهم فاتحين له الابواب على جال باش يستثمر الاموال تاعو. يا رانا قلنا لكم فليستثمر الاموال تاعو في الخارج، منعوا ايضا النظام الجزائري. هذا الشخص اللي يقول لكم هو يشري الخبر وما خلاوهش، هذا الشخص اللي يقول لكم هو حب يشري شارلي ابدو وما خلاوهش، لماذا لا يستطيع هذا المليونير المحتال، هذا المليونير النصاب، لماذا لا يستطيع هو أنه يفتح قناة في الخارج؟ علاش؟ هذا المليونير ما يقدرش هو يدير قناة في الخارج، ما يقدرش يدير هو صحيفة وهز هو تليفون هاتف نقال وقاعد يدور به من مكان لمكان. هو كان يستعمل في بعض القضايا ومن بينها نتاع النقاب هذه، يستعمل فيها من أجل استعطاف الإسلاميين بين قوسين أصحاب الرؤوس المقفلة، أصحاب الرؤوس المقفلة أتحدث عليهم، ماليش نتحدث على المسلمين، نتحدث على الإسلاميين من أصحاب الرؤوس المقفلة اللي يلعب لهم هو على الوتر هذا نتاع الإسلام على جال باش هما يفرنيو له دراهم. قال والله راه سي رشيد انت راك تدافع على المسلمات، والله يلا، وهو
تصريحاته كاينة بعض الوسائل الإعلام الفرنسية اللي هي تستغل فيه وعندها خلفيات تجاه الجزائر. والله العظيم اليوم رحت، ولو أني لحقت متأخر، ولعل بعض الناس راه من الآن يشوفوا فيا، والله لقيت هكذا عن بعد من الناس اللي كانوا معاه وقال واشي، قال الحراك هذا حراك شعبي، قسما بالله غير يحوسوا على جال باش يوجهوكم، يستعملوا في ناس من اجل على جال باش هما ينحيوا مجموعه اللي راها دوك الان ربما تمردت عليهم، او ربما لقات شريك واحد اخر، يحوسوا يخرجوكم من بيبان واحد اخرى. هذا الشخص اللي هو مازال ما وصلش للحكم ولن يصل الى الحكم، لن يصل رشيد نكاز الى الحكم، وانا واحد من الناس، اسمعوها جيدا، قسما بالله العلي العظيم غير مستعد انو نحمل السلاح، هزوا الكلام تاعي وديوه، مستعد اني احمل السلاح وان اقاتل في الجزائر. هاي زيد، هزوا الكلام تاعي وديوه، اقطعوه وديوه، ديوه للمراكز نتاعكم. احنا نحوسوا نحيو العملاء، نحوسوا نحيو هذه العصابات اللي راها هي تدمر في المجتمع الجزائري، تدمر فيه بالتقسيط. نحوسوا هو انه الهوية الجزائر تكون هي العلامة المسجلة نتاع الشعب الجزائري. نحوسوا هو انه هاد الناس اللي راهم في السلطة فليذهبوا الى الجحيم، فليذهبوا الى مزبلة التاريخ، وتجي وجوه جديدة، وجوه منورة. علاش نحوسوا على السلطة؟ احنا نحوسوا على وجوه جديدة اللي هي توصل للسلطة، من اصحاب الكفاءات، من اصحاب العقول النيرة، يوصلوا للحكم هما، وفيما بعد الجزائر يرتفع السهم نتاعها. الجزائر تحتاج رجال صادقين، تحتاج رجال مخلصين. هذا الانسان اللي هو مازال ما لحقش للسلطه، مرشح اخته ومرشح خوه، هذا غدوه لو كان يوصل للسلطه واش يدير؟ الان في 2019 يعاود نفس السيناريو اللي داروا في 2017 في الانتخابات التشريعية. واش عاود راح دار؟ عاود راح جاب واحد بن عمو، وعلى باله هو باللي قانونيا، على باله باللي الدستور ما يسمحلوش عجل باش يترشح، راح جاب واحد بن عمو. انت راك في الجزائر، الناس كلها على بالها باللي هذا رشيد نكاز والله نقاز هو اللي راح طلب الاستمارات، وهو اللي كان يجري منطقيا برك، خدموا ترى العقول نتاعكم، هو اللي كان يجري في الولايات. درك انت هذا الشخص اللي يظهر فجأة هكذا ويروح هو تعطيله انت التوقيعات، قال راه عندك نفس اللقب ونفس الوسمو، نهار اللي رحت انت لوزارة الداخلية على جال باش تسحب الملف نتاع الترشح، عطيت لهم الوثائق ولا ما عطيتهم لهمش؟ يا هل ترى عندك انت نفس الهويه نتاع الشخص هذا اللي راه معك؟ عندك انت نفس الاسم، راهو رشيد نكاز، رشيد نكاز ولا رشيد نقاز، رشيد نقاز، ولكن يا هل ترى راك مولود في نفس اليوم مع هذا رشيد نقاز هذا ولا رشيد نكاز الثاني؟ يا هل ترى عندك نفس الملامح نتاعو؟ يا هل ترى هو هذا الشخص هذا اللي راه هو اللي كان يجمع في التوقيعات في الولايات المختلفه وفي البلديات؟ الناس كلها على بالها باللي كنت رايح انت تطنه المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري ايها المطنهون، ايها المغفلون، يا اصحاب الرؤوس المقفله، المجلس الدستوري هو محتاج على جال باش هو يدير فيلم ولا يدير سينما؟ مجلس الدستوري عنده المواد، ماده كذا، ماده كذا، ماده كذا، ممنوع من الترشح، ما هو محتاج على جال باش يجيب لك شبه والله يجيب لك يدير لك سينما؟ المره الاولى قال سرقوا لك التعليقات، سرقوا لك التوقيعات، والمره دي
المره دي جابوا لك رشيد نكاز واحد اخر، وهو راكم شفتوا التسجيل نتاع اخوه يعترف بالصوت وبالصوره باللي هما اللي داروه، حبوا يعتقدوا من انه رايحين يطنهوا هذا المجلس الدستوري ويعقبوا رشيد نكاز واحد اخر وخلاص. ما شاء الله على هذه العباقره، هذه العائله نتاع المحتلين هذه تجيب خير للبلاد؟ هذه عائله نتاع محتلين هذه تجيب خير للبلاد؟ هذه والناس تصفق تتوعي فيهم، انت تحلهم في العيون نتاعهم وما يعتقدوا في فيك من انك انت راك كرهتهم. ناس بكري احنا والدينا علمونا قال لك خذ راي اللي بكيك ما تاخذش راي اللي ضحكك، خذ راي اللي بكيك ما تاخذش راي اللي ضحكك، لانه هذاك الانسان اللي راه يضحك فيك مثل هذا رشيد نكاز ومثل هذاك سبيسيفيك ومثل 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 ومثل، هذوك راهم مدينك للواد ايها الشاب. لكن الناس اللي راهم يفتحوا لك في راسك، انا ما قلتلكش ان ارواح تباني، انا ما قلتلكش انا ارواح راني مترشح وارواح امشي معايا. احنا رانا منذ سنوات ونحن نردد ونحن نقول ارواح نلتقي على مائدة الحوار لننظر في امر الجزائر، الجزائر راها ماشية للواد منذ سنوات ونحن نردد ونحن نقول باللي راهو بوتفليقة انتهى، وهذا الناس راهم دركم ما يسعوا اذا كان راهو راه بوتفليقة راهم راهين يعاودوا يخرجوا لكم شخصية ثانية وراهم راهين يبدلوا الواجهة وراهم راهين يستمروا في الحكم. الان درك المجموعة هذو نتاع بوتفليقة راهم عندهم عدة خيارات، راهم الان رشحوا اشخاص وفي نفس وفي الخط المقابل هذه الجهه اللي راهم درك هما يسعوا من اجل على جلب باش هما يعاودوا يستلموا السلطه، ربما راهم خسروا هما مواقع منها، هذا الناس ايضا راهم هما يسعوا من اجل على جلب باش يفتكوا السلطه بالقوه. وبالتالي نحن الان امام خيار صعب اللي هو راك انت بين المطرقه والسندان، ولكن يا هل ترى الجزائريين ما عندهمش خيارات واحده اخرى؟ اين هي العقول؟ وين راه من الرجال في الجزائر؟ اين هم؟ يا هل ترى هذا الجيش هذا هو الجيش نتاع القايد صالح؟ يا هل ترى هذه الشرطه وهذه القوات نتاع الامن هي نتاع الهبيري هذا ولا نتاع شكون؟ يا هل ترى هذه الجهاز هذا نتاع المخابرات هو نتاع طرطاق ولا نتاع توفيق؟ وين وصلتوا الجزائر؟ وصلتوا الجزائر لواحد المستوى، ولات الجزائر مسخرة. في 2019 يخرج لك واحد قال لك واشي، قال لك هاو جاب لكم رشيد نكاز، والناس كاين منهم اللي يعتقد من انها لعبة من العاب نتاع المجلس الدستوري. هذا لو كان جا عنده النيف نتاع الرجال، وانا عارف باللي ما عندوش، ما يسعاش النيف نتاع الرجال، ما يسعاش النيف نتاع الجزائريين، لانه النيف نتاعو مكسر. والدليل هو انه يخي دمغوا هذاك واسمو هذاك نسيب سعداني، دمغوا عطاه بدماغ، لو كان جا عنده النيف نتاع الرجال لو كان ضرب ولو كان جاب الحق نتاعو، ولكن النيف نتاعو مكسر. هذا درك غدوه هذا راح تنتظر منه بين انه راه يعترف وراه غلط وراه كذا وينسحب وكذا، رايح يزيد. والشباب اللي راهم كانوا معاه منهم اللي راهو رايح يروح، ورايح يزيد يظهر شباب مزطول اكثر من الشباب المزطول اللي كان معاه. عارف باللي الكلام هذا نتاعي راهو ثقيل وراهو جارح على بالي، ولكن راني نقول فيه على جال باش نستفز هذيك العقول، على جال باش تفيق. كيفاش يجي واحد يلعب بكم؟ صحيح هو ان انتم راكم ناقمين من هذا النظام، نظام قتال، نظام مجرم، نظام فاسد، نظام مراشي، نظام مرتشي، نظام حطم الجزائر باختصار. ولكن يا ايها الشباب كيفاش تسمحوا انتم الواحد يجي يلعب بكم؟ يا هل ترى جاب لكم برنامج سياسي وغركم بهذا البرنامج؟ خدموا ترى العقول نتاعك يا اخي، العاطفه نتاعك كرازيها،
دحسها، حطها تحت رجليك، خدم عقلك. لما يجي هو يهضر معاك اسألو أسئلة منطقية، شوف ردة الفعل نتاعو، يا هل ترى هو يجاوبك، يا هل ترى يقعد معاك في حوار على جال باش يقنعك، والله يسيء على جال باش هو يبروطك ويظلك. شوفوا، شوف مع كل المرشحين اليوم ولا غدوة ولا في في في, في مكان واحد آخر ولا في زمن واحد آخر، لما تتكلم مع واحد شوف ترى إذا كان هذاك الشخص هذاك راه هو يحاول على جال باش يقنعك بمنطق وبعقل وبأدلة وبحجة، أو شوف إذا كان هذا الشخص هذا راه يتكلم معك بالعاطفة. كيفاش تقبلوا في 2019 يجيكم واحد على كيما يقولوا اسمه، راحت لي العبارة، يجيكم على وزن هذا لورانس العرب في وقت من الأوقات كانوا يستخدموا في أشخاص حطموا بهم ليبيا وحطموا بهم العراق وحطموا بهم دول واحدة أخرى. الآن الجزائر مستهدفة، علاش نخوفوا فيكم؟ رانا نحكي لكم في الحقيقة، مناش نخوفوا فيكم. العبد الضعيف اللي راه يكلم فيكم عندي 18 سنة ما دخلتش البلاد، ما نحتاجش انا واحد على جل باش يجي هو، ما ناضلش يوم في حياته يجي هو يخرج لي في مسيرة او يخرج لي هو في التجمع ويجي هو يحدثني في السياسة او يحدثني على النضال. 18 سنة لو كان تحط الحجر، لو كان تحط الحجر تتفتت. 18 سنة وانت محروم من الوطن، محروم من العائلة، محروم من أبسط الأشياء، ويجي واحد حركي، ويجي واحد ابن حركي ويجي ويمشيوا معاه الناس ويجيوا يقولوا لكم تشيات. 18 سنة وانت بعيد عن البلاد، 18 سنة وانت مقموع وانت محروق، 18 سنة وانت ممنوع من الكلام في البلاد وانت ممنوع من النشاط السياسي، والحركة داخلين خارجين طالعين هابطين بالباسبورات، بل فاتحين لهم المجالات على جال باش يمارسوا الشعوذة الفكرية نتاعهم، باش يمارسوا الإلهاء ويجيو يلعبوا بكم أيها الشباب. عارف باللي منكم اللي هو راهو الوعي نتاعو غائب، عارف باللي منكم باللي العقل نتاعو راهو غائب، وراهو يجي النهار، النهار اللي يصحى العقل نتاعو من السكرة، النهار اللي يصحى العقل نتاعو في ذاك النهار يعرف شكون هو اللي راهو كان هو ينصح فيه وكان يوجه فيه وشكون هو اللي راهو يدفع فيه للمهالك. اذا كان رانا نتكلموا اليوم يا ايها الشباب، احنا تحرقنا والتكوين بالمأساة، التكوين بالغربة، ماناش حابينكم تتكوون نتوما، وماناش نحتاجوا منكم على جال باش تشكرونا ولا باش تصفقونا، احنا رانا نقوموا بالواجب نتاعنا، والجزاء ننتظروه من عند ربي، ما ننتظروه حتى من عند واحد، الجزاء ننتظروه من عند ربي، ربي اللي لا تخفى عليه خافية، ربي اللي راه يشوف الظلم وراه يشوف الحقرة وراه يشوف في المنكر وراه الناس راها تكفر به صباح مساء، ربي يطعم فيها وهي تكفر به. كل الأنبياء وكل الصحابة، كل الناس اللي مشاو في الطريق نتاع الإصلاح ومشاو في الطريق نتاع الحق، كلهم اضطهدوا، كلهم توبعوا، وكلهم سخروا منهم، ولكن الطريق نتاع الحق هذه هي. أما الناس اللي بيعوا في الأهواء مثل الشياطين، روح درك دير برا اضرب القلال واضرب الزرنا وتلقى الناس ألف مؤلفة دايرة بيك، وروح دير محاضرة
وشوف شحال من الناس يجيو ليك. عارفين احنا هذه الامور، وعارفين باللي القضيه نتاع التوعيه ماهيش نتاع نهار ولا نتاع زوج، هذا عمل مستمر وهذا نضال مستمر. لكن الشيء اللي يغيظني انا شخصيا، وعارف حتى ناس من العائلة، ناس من العائلة، لما نلقى أنا واحد من العائلة يجي واحد يضحك عليه يغيظني الحال، يغيظني الحال. ثمنطاش سنة ما يتصلش بيك، العزاء ما يعزيكش في والديك ويمشيك مع الكاس، يغيظني الحال. شوف المنكر اللي راهو جاري في البلاد، والله العظيم يا الإخوة أقسم بالله العلي العظيم لا على بالي به، ولكن نشوف أنا غايثني البلاد، غايثني البلاد. مانيش حاب هو أنه هذه المآسي تتكرر. كيفاش هذا الإنسان اللي هو المفترض هو أنه يحرص على أشياء في العائلة ما يديرهاش، يمشيك مع إنسان طحان، يمشيك مع إنسان ديوث، يمشيك مع إنسان رخيص، يمشيك مع إنسان ما عنده لا فصل لا أصل. كيفاش يا الخاوة البلاد طيلة هذه السنوات، الناس ماتت، الناس اعتقلت، الناس دخلت للسجون، الناس تعذبت على جالكم، كيفاش تخليو هذ الناس اللي هما تعذبوا وتمحنوا على جالكم ويجيكم واحد يدير لكم في السرك وتمشيوا معاه بسهولة؟ كيفاش؟ وين هو الوفاء؟ وين هي المروءة؟ وين هي الشهامة؟ وين هي الرجولة؟ ناس ردمتوهم، ناس صارت الآن ناس تحكي عن الحرية، ماتت جحافل من الجزائريين والجزائريات، جحافل، ملايين من الجزائريين والجزائريات. لماذا أقيمت الثورة؟ لماذا؟ علاش الناس دارت الثورة؟ لماذا دارت الثورة؟ من أجل باش الناس الجزائريين يعيشوا أحرار وأسياد في الوطن نتاعهم. شوف انت قبل البارحة ولا البارحة يقتلوا ولد يوسف بن خدة، قتلوه ويجي واحد مزطول في راسه تكتب له الخبر يقول لك انت راك تبيع في الكاشير. كيفاش تقول انت باللي هذا السيد قتلوه وراكم تشعلوا في الفتنه؟ اذهبوا الى العائله نتاعو واسالوا، راهو موجود في العاصمه، الصور راها موجوده، هو مضروب في راسه والدم نتاعو يسيل. كيفاش هذا السيد مات سكته قلبيه؟ سيد ضربوه أثناء المسيرة، ضربوه لما كانوا هما يضربوا بالكريموجان، مانيش عارف لقاسوه بالكريموجان، ضربوه بالقنبلة هذيك انفجرت في راسو نتاع الكريموجان هذيك طاحت عليه هو، وإلا ضربوه برصاصة. المهم هو مات مقتول، قتل، ما ماتش سكتة قلبية. روح فسر دوك الآن هذه القضية نتاع رشيد نكاس. فهمت؟ قاعدين يلهيوا فيكم. المهم الإخوة والأخوات، أتمنى هو أن نرى الرسالة وصلتكم. هذا إنسان محتال، إنسان محتال. هاني هنا في فرنسا، إذا كان كراجل تلبس سروال الرجالة روح أرفع دعوة قضائية ضدي. هاني هنا في فرنسا محتال ونصاب. فهمت؟
والناس اللي راهم يتبعوا فيه كاين شباب اللي الله غالب عليهم، لا عندهم تجربة ولا عندهم فهم للسياسة ولا عندهم كذا، ناس تدي فيهم العاطفة وناس كذا وناس كذا، عجبتهم الشطح نتاعو والحركات نتاعو، لكن ناس لا عندهم ثقافة سياسية ولا معرفة بالتاريخ ولا معرفة بالحاضر ولا معرفة بالمستقبل. وكاين ناس اللي هما يدعموا فيه لأنهم يشوفوا فيه باللي ما راهوش كذا وكذا وكذا، وراه تدعم فيه جهات، فهمت؟ هذه هي. المهم الفضيحة نتاعو الآن، أعتقد من أنه كل إنسان أعطاله ربي عقل وأعطاله ربي الحكمة وأعطاله ربي يعني هكذا ذرة نتاع عقل، أعتقد من أنه الآن الأمور راها واضحة. درك الآن تقولوا لي حدثنا على النظام، حدثنا على الفساد، حدثنا على أبو يحيى وحدثنا على بوتفليقة، راني قلتها عشرات ومئات وآلاف المرات. إذا تفهموا العربية قلنا لكم فليذهب النظام المزبلة التاريخ هو والعبيد نتاعو، واش راح يزيدكم كلام أكثر من هذا؟ قلنا لكم باللي نحوسوا على تغيير حقيقي، ولكن التغيير هذا مشي بنكاز ومشي بالسبيسيفيك وهلما جرى. لازم ناس عندها عقول. منذ سنوات وانا نقول لكم باللي بلاكم الناس اللي عندهم مبادئ والناس اللي عندهم مواقف ثابتة، هذوكم الناس اللي ثقوا فيه. أما الناس اللي بيعوا ويشريوا هذوك ما تنتظروا من هو. الآن راه فيه، شفت بعض التعليقات، وحتى كاين بعض الناس اللي راسلوني على الخاص وقال واشي، قال الحراك الشعبي، قال نشوفوا نديروا له ناطق رسمي اللي هو ما تربوشاشي. ما شاء الله، ديروا له ما تربوشاشي باش يفاوضني انا باسمي. ما كانش منها، فهمتوا؟ ما كانش منها. اذا كان الناس فعلا تريد تغيير حقيقي، كاين الناس اللي الان بامكانهم هو انه قادرين يأثروا على النظام، هما اللي موجودين في الخارج ومعروفين بالمواقف نتاعهم الثابتة. لابد إذا كان فيه ناس يؤمنون بالتغيير الحقيقي، إذا تحوسوا على التغيير الحقيقي، هذا الناس اللي راهم دركم موجودين في الخارج ومعروفين بالمواقف نتاعهم وبالمبادئ نتاعهم، وفل يحصل فيه تنسيق بين الناس اللي راهم في الداخل والناس اللي راهم في الخارج، وتكون فيه مجموعات على مستوى الولايات، على مستوى البلديات، على مستوى الدوائر، مجموعات مجموعات، ويحصل فيه تنسيق. والمجموعات هذه ما تكونش عندها يعني انتماءات سياسية. يا أخويا معليش، كان عندك انتماء سياسي في وقت سابق، كنت في الأفلان ولا كنت في الفيس ولا في الارسيدي ولا الأفافاس، الله يسهل عليك. لكن في الوقت الحالي ما عندكش انتماء سياسي. هذو بالإضافة إلى الشباب هذو اللي ما عندهم حتى انتماءات سياسية، شوفوا ناس تلتف الناس مع بعضها البعض، مجموعات، ويكونوا الناس يعرفوا بعضهم البعض، يعني بمعنى أنه هذ الناس راهم عندهم مبادئ وراهم كذا وراهم كذا، ويحصل فيه تنسيق. الآن راه الطرق نتاع التواصل راه موجودة، كاين سكايب، كاين الفايبر، كاين الايمو، هذه كاين، هناك الكثير من البرامج نتاع المحادثه والمواقع نتاع الانترنت، وتنسق الناس مع بعضها البعض. الان درك راني قلت لكم باللي هاد الناس اللي راهم في السلطه هما راهم عندهم عده مخططات. المخطط الاول راهم مشاو فيه نتاع انه الانتخابات تجري في الوقت نتاعها، وما زالهم ماشيين فيه، ما زالهم. اللي راهو يعتقد باللي المجلس الدستوري راهو رايح يرفض الملف نتاع بوتفليقة، هذا راهو انسان ما عنده حتى رقب سياسة. علاه؟ منطقيا برك، هذا رئيس المجلس الدستوري، شكون اللي عينو؟ عينو الجماعة نتاع بوتفليقة، هما اللي عينو بوتفليقة. انا قلت لكم احسبوه في عدد الموتى،
عينوه الجماعة نتاع بوتفليقة. وقتاش عينوه؟ ما عندوش من با 10 ايام ولا 15 يوم من اللي عينوه. بالتالي درك هو هذا الانسان اللي راهو درك هو راهو قبل على جلب باش يعينوا واحد مشلول رايح درك غدوه ويرفضوه، منطقيين ما كانش منها. هذا الشخص نتاع اللي راهو في المجلس الدستوري هذا راه معاهم مع المجموعه اللي راه حاكمه، اللي راهم دايرينه في البرلمان راهو مع المجموعه الحاكمه، اللي راهم دايرينه في مجلس الامه راهو مع المجموعه الحاكمه، اللي راهو في المخابرات واللي راهو في الوسمو في وزاره الدفاع راهو مع المجموعه الحاكمه. بمجرد هو انه يختلفوا، بمجرد هو انه يصرى مشكل بيناتهم، ما يلحقوش حتى انت تاع المجلس الدستوري وهذه. وكان خلاص كان ما خلاوهش رشح، لكن ما دام خلاوه قلت لكم انا هو انتهى، ولكن عقبوه لانه مع بعضهم راهم متفقين. كاين منكم من الشباب اللي ما عندوش تجربه وما عندوش معرفه وربما ما يعرفش هذه الاشياء، يقول لك اخويا علاش حنايا هذا بوتفليقه، علاش راحوا درك هما جابوا هذه السيارات نتاع التوقيعات قانونيا، هما يطلبوا 60,000 توقيع او 600 توقيع نتاع المنتخبين، قال مثلا رؤساء البلديه ولا تاع البرلمان ولا من المنتخبين 600 توقيع. هو قادر يدير هذيك تاع 600 توقيع في ان سول تيكستو، يبعث لهم تيكستو نحتاج 600 توقيع زوج دقائق يعمر 600 توقيع، ما ينتظر لا 60,000 لا والو. وقادر هو نتاع 60,000 يلمها غير من القسمه تعجبها التحرير يلمها، لكن ما هو الهدف؟ هو باش يلموا 6 مليون توقيع. لماذا؟ لا يهم اذا كانت الاسماء هذيك راها حقيقيه ولا ماهيش حقيقيه، لكن 6 ملايين توقيع معناتها باللي 6 ملايين صوت، فهمتوا؟ 6 ملايين توقيع ايغال 6 ملايين صوت، بمعنى انه العمليه نتاع التزوير راها بدات. روح انت يا ولا شارك في الانتخابات ولا دير واش حبيت، عندهم 6 ملايين توقيع معناتها انه 6 ملايين صوت راها مضمونه. غدوه المجلس الدستوري قال هاو رانا عطيناك 6 ملايين توقيع، بالتالي انت كيفاش حنا لمينا 6 ملايين توقيع ما عندناش 6 ملايين صوت؟ ما كاينش منها. وغدوه هذا اللي راهو قال لكم هذا علي خديري راهو جاب لكم 120,000 صوت، غدوه عنده 120,000 صوت، يعطيو له قد التوقيعات تاعو والله يزيدو نقصوا له شويه ديروا له 70,000 ولا 80,000 صوت. فهمتوا المساله وراها؟ اذا الجماعه هذه الحاكمه الان دركم مشاو في هذا المخطط، لو كان ما تكونش فيه حركه شعبيه حقيقيه، حركة شعبية منظمة ويقودها ناس اللي فعلا يحوسوا على تغيير حقيقي، هاد الناس ماهمش متراجعين. والحاجة الأساسية اللي لازم تاخذوها بعين الاعتبار هو هذه الدول، منها فرنسا وأمريكا راهم داخلين هما في هذا الإطار، هما يفضلوا على جلب باش يبقى هذا لونتوراج تاع بوتفليقة أحسن من أنه يكونوا ناس اخرين اللي هما رايحين يتمتعوا باراده شعبيه حقيقيه. والان من خلال هذه المسيرات اللي راها تجري راهم يسيو على جلب باش هما يظهروا ناس. قال درك مثلا انا نروح ندير تجمع في تولوز ما يخليوكش، ويجيبوا ناس اخرين على جلب باش هما يظهروهم، وقادرين حتى يحركوا لك ناس تما، تروح انت تحضر في التجمع قادرين يحرضوا عليك ناس تما
ويخرجوك يديروك حاجه على جال باش هما يدومينيو عن طريق وسائل الاعلام ويفرضوا الناس تاعهم. فهمت؟ ديجا تحدثت مع ناس تحس من خلال الكلام تاعهم، تحس بلي على بالي بلي راهم كاين ربما منهم اللي راهم يسمعوا فيا الان، تحس من خلال الكلام تاعهم انه عندهم عداء للاسلام. تحس هما ما يقولوكش الاسلام، يقولك الاسلاميين، تحس من خلال الكلام تاعهم. وبالتالي درك هما هاد الناس هما راهم يسعوا من اجل على جال باش يخترقوا هذا الحراك الشعبي ويخترقوا من الفوق، لانه هما لازم يكون عندهم غطاء شعبي، ما يقدروش هما يروحوا يجيبوا واحد ويحطوه، لازم يكون عندهم غطاء شعبي، ماشي كيما التبهليل هذاك اللي دوكا راهو داروا من الكاس تاع راه هجب العمو حطوه ثم. هما لما يجيبوا واحد يجيبوه بطريقه نتاع دهاء، فهمت؟ خاطر عارفين من ردة الفعل. لذلك الحراك الفعلي هو راه موجود في الجزائر، اللي الاخوه اللي راهم موجودين في الخارج انا لا اشك من انه فيه ناس مخلصين وناس راهم يحوسوا على البلاد وناس راه غايظتهم البلاد ويحوسوا البلاد تتطور، لا اشك في ذلك. لا اشك من انه فيه ناس راهم يحوسوا على الخير للبلاد، لا اشك في ذلك. ولكن في المقابل عندي يقين من انه فيه ناس راهم غارسينهم من اجل توظيف هذا الحراك، ورانا تحدثنا عليه قبل ما ينعقد، من اجل توظيف هذا الحراك، توظيفه عن طريق وسائل الاعلام المختلفه، ويحاولوا هو انه يوجهوه على جال باش هو يمشي في الاتجاه اللي حوسوا عليه. لذلك لابد هو انه على المستوى الوطني وعلى المستوى الخارج، على المستوى الخارج مانيش نهضر لكم على نفسي، انساوني انا، خاطر كاين بعض من الناس اللي هو لما انت تذكر له الاسم نتاعي يحكموا الكونسير في راسه. ما ديروش عليا سيدي، معليش. كاينين ناس اخرين اللي راهم دركم معروفين يناضلوا، نتفق معاهم ولا نختلف معاهم ما عنديش مشكله، ولكن مناضلين معروفين بالوقوف نتاعهم ضد الانقلاب تاع الاراده الشعبيه، ومعروفين بالنضال تاعهم المستمر، ما مش مناضلين نتاع 3 مارس ولا نتاع 22 فيفري، فهمت؟ معروفين بالنضال تاعهم، معروفين بالموقف تاعهم، حتى ولو انه رانا نختلفوا معاه، ما تثقوش فيا انا، معليش ما عنديش مشكله. لما تشوفوا هاد الناس حذروا، كاين ناس راهم مدسين، كاين ناس راهم مبعوثين، وكاين ناس راهم يحذروا فيهم، مثل ما حذروا المالكي في العراق وحذروا كارزاي في افغانستان، راهم قادرين يحذروكم اسماء اخرى وقادرين يسرقوا الحراك. راكم مقبل اذا كان سمعتوني، التقيت عن طريق الصدفه بعض الاخوه، كاين واحد منهم من الاخوه من اعتقد قال لي باللي امه جزائريه ولا باباه جزائري، المهم نص نص جزائري وتونسي، قال لك باللي هم تكلحوا في تونس، وهذه حقيقه. الناس دارت حراك وطلع لها السبسي عاش ثم، الناس دارت حراك في مصر وطلع لها السيسي ثم. بالتالي الجزائر مش مستبعد، الجزائر هي القلب النابض نتاع المغرب العربي، الجزائر هي القلب النابض في البحر الابيض المتوسط. الجزائر راها تحتل موقع استراتيجي لا باس به، وبالتالي ما يفرطوش فيها هكذا برك. هما الان انا ممنوع، لا من الناس تاع السلطه ولا من فرنسا، والله ممنوع، غير كونوا هانيين، فهمت؟ ما يخلوكش الطريق. راني عندي 18 سنه لهنا، شكون راهم يجيبوا في القنوات تاع فرنسا 24 ويشوفوا فيا وراهم الان يسمعوا فيا، شكون يجيبوا؟ ممنوعين، لا من طرف السلطه ولا من طرف هذه الدول، والله هذه ممنوعين. عطاو لك اللجوء السياسي وبالك غلطوا، ما كانوش يعتقدوا باللي انت تخرج لهم هكا، فهمت؟ لذلك الاخوان الاخوات لازمكم تحذروا الحراك هذا راهم مخترقينه، ويحاولوا هو انه في الداخل وفي الخارج على جال باش هما. وبالتالي درك لما انا حكيت
القضية هذه نتاع واسمه نتاع بوشاشي، فليكن بوشاشي ولكن مش وحده، ولكن هذا يتم ضمن حراك منظم، بمعنى أنه يكون فيه نقاش، يكون فيه كذا. من هي هذه المجموعة اللي هي جت تفرض علينا بوشاشي؟ شكون هما هاد الناس؟ من هم هاد الناس هذا؟ هما اللي داروا الحراك؟ كيفاش النهار الاول ما كان حتى واحد اللي راه درك، ودرك بدات الناس تبدا تظهر على جال باش هي تسير الحراك وهي تاطر الحراك. هذا الحراك اللي هو يعتمد على الاقصاء، هذا اللي يجي لك يقول لك باللي انا هذا علماني ما نقبلوش، او هذا اسلامي ما نقبلوش. هذا الحراك انت تنتظر منه خير؟ ما تنتظرش منه خير. حراك هذا اذا كان فعلا حراك شعبي، احنا نحوسوا على جلب باش تبنى دولة لا إقصاء فيها. الدولة التي تعتمد الإقصاء هذه غا ما تنتظر منها والو. منكم اللي ربما راهو يسمع فيها يقولك مال اخويا نتاعك كنت تهضر على نكازو، لازم تفرق بين الانتقاد وبين الإقصاء. ننتقد نكاز وننتقد التصرفات نتاعو، مش في شخصه، هو في شخصه ما عندي حتى مشكلة معاه، هو شخصية، ما هو لا عشيري ولا ابن القرية نتاعي ولا ابن الولاية نتاعي ولا انا تعاملت معاه ولا انا، ما عندي حتى مشكلة شخصية معاه. انا راني ننتقد في السلوك نتاعو، ننتقد في الحركات نتاعو، مش اسلوب سياسي، مش اسلوب اللي هو يساهم في التغيير في البلاد. ننتقدو ولكن لا اقصيه. غدوة يجي يشارك قال مثلا في حوار ولا في نقاش ولا في ذيك، لا امنعه، لكن على جال باش انا نخليه يمارس السيرك نتاعو والتبهليل نتاعو، هذه ما نقبلهاش. ننتقد ناس اخرين نفس الشيء، ننتقدو ولكن لا اقصيه. انا لا اؤمن بالاقصاء. قلت باللي الجزائر الجديده التي احلم بها ويحلم بها معذره راني مسكوم، الجزائر التي احلم بها ويحلم بها كل الشرفاء هي الجزائر التي تسع الجميع. راها منذ سنوات الناس اللي راهم يعرفوني والناس اللي راهم متبعين المسار تاعي النضالي ومتبعين المداخلات تاعي راهم فاهمين هذا الامر. جزائر تسع الجميع، فيها العلماني، فيها الانسان اللي راهو درك راهو عنده توجه اسلامي، فيها الملحد، فيها الناس كل. جزائر تاع الناس كل، ولكن قضيه تاع المشاريع وقضية تاع البرامج يجيوها الناس أهل الكفاءة وإلى غير ذلك، بدون نظر ودخل في التفاصيل. إذن الإخوة والأخوات، أتمنى هو أن راني أفدتكم بهذه المداخلة. نفتح المجال لربما فيه إخوة يحبوا يعلقوا، نفتح لكم المجال وإن شاء الله نفتح لكم المجال على جال باش لربما منكم من يدير تعليقات. راني فتحت لكم الخط، إليكم الخط. نبداو بهذا أحمد بن يوسف. راني كل مرة إن شاء الله نطلع واحد منكم. الإنسان اللي يجي ينتقدني مرحبا به، ولكن يتحدث كما راني نتحدث أنا بالصوت وبالصورة، ما يتخفاش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك الأخ أحمد، تفضل. الأخ أحمد مرحبا بك، من راك تكلم فينا وتفضل. نعم خويا، واش راك صاحب لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك الله يبارك فيك خويا، الله يعزك، الله ينورك، ربي الله يحفظك. حبيت ربي يحفظك، قلت لك العالم كله يعني في الغربة، يعني العالم، أنظر العالم كله متوجه للجزائر. نعم نعم صبير، رأيي كاين صدى إعلامي كبير على كل حال. نعم يعني تطورت هذول انتخابات مسبقة، كيفاش الانتخابات المسبقة؟ آخر تطورت، آخر يعني تطورات اللي خرجت الرسالة اللي قالوا كتبها الرئيس.
ودي الرئيس راهو انسان غايب على الوعي يا رجل، انسان غايب على الوعي، ما على بالوش حتى واش راهو، لا ما على بالوش من نهار رانا فيه. وما دوك هذه المجموعه اللي كان واقف لهم في الطريق هو توفيق، فهمت؟ دوكا منذ الذهاب تاع بوتفليقة، توفيق منذ الذهاب تاع توفيق في 2015، الآن بدا فيه حراك واحد آخر. ولكن كانوا قادرين لو كان جات عندهم نية هما تاع لجل باش يخرج. أولا هو التعديل تاع الدستور في 2008 كان خطأ فادح. لو كان نقولوا مثلا هو جاء إنسان فعلا يريد الخير للبلاد، صح، عندك الحق، لو كان عندك هو الحق، صح. العهدة الأولى نقولوا ما قدرش، نورمال عادي، فهمت؟ لأنه هذه الدول العميقة هذه راه هي صعيبة، متجذرة، على نقولوا في بالي. العهدة الأولى راه ما قدرش. ولكن لو كان هو في العهدة الأولى، لو كان مثلا نقدر هو نعم، يتعاون مع بعض الشخصيات السياسية اللي عندها نقولوا مثلا توجه وطني، مثل مفليش محمد طالب مفليش الإبراهيمي، ما مثل مفليش حمروش، مثل وقال مثلا أعطى الاعتماد لمحمد طالب ايه. الإبراهيمي، خلاه ينشط وخلى حمروش ينشط، وقدروا هما على جال باش ينقلوا الجزائر لمرحلة واحدة أخرى. هو ما دارش هكذاك، هو غلق الطريق. أولا بدأ محمد طالب الإبراهيمي اللي هو واحد من الأصدقاء نتاعو، بدا به هو الاول، وانا كنت معاه، انا كنت مع احمد طالب في 99، كنت ضد بوتفليقه في 99، لكن معليش مش مشكله، ذيك المرحلة معليش. هذه كانت صعبة شوي. رغم الاقصاء اللي هما مارسوه علينا، ورغم التشويه والكذب ورغم الوسمو، وهاني الان الى حد شوي الان، صحيح. راني الان في 2019، رانا اليوم دخلنا في 4 مارس، لحد الان ما عنديش جواز سفر، ما عنديش جواز سفر لا، منعك من هكذا. السفر؟ ايه، لحد الان مازال ما عنديش جواز سفر، ولكن معليش انا الامور الشخصيه نتاعي ما يهمنيش، معليش انا راني سامح كلش، ما عندي حتى مشكله. لو كان درك هو قال مثلا في العهد الاولى ما قدرش، وقال العهد الثانيه دار خطوط عريضه اللي راح يجي من بعده، وقال مثلا راه هو ما تلعبش بالدستور ومهد الارضيه الواحد يجي من بعده، واحد من التيار الوطني، وراه خرج لنا واحد وطني واحد اخر، وراه الجزائر خرجت، والله نديروا له شابو، يقعد التاريخ يحكي عليه. هو العهد الاولى ما دار والو، العهد الثانيه ما دار والو، العهد الثالثه ما دار والو، العهد الرابعه ما دار والو، ودرك هو مريض، هو مشلول، رايح يدير لك ندوه وطنيه، ورايح يدير لك ذيك ويدير لك ذيك ويدير لك. فوالا، عنده هم كل. هذوك هاد الجماعه، لكن نسقسيك، اسمح لي نسقسيك. الجماعه اللي راه معاه بدا يلحق لهم هذا الخطاب اللي كنا احنا نردوا فيه منذ سنوات. وكاين ضباط داخل الجيش، فهمت؟ كاين ضباط داخل الجيش، وكاين ناس يتبعوا. انا عندي يقين باللي الان راهم يتبعوا فينا، عندي يقين، خاطر كاينه مره على مره تجيني بعض الرسائل راهم يتبعوا فينا. درك هما هاد الناس معليش نكمل بالخير. اقتنعوا باللي الخط هذا هو صحيح، هذا الخط نتاع لابد، هما سموها ندوة وطنية، أنا نقول مؤتمر في الداخل وفي الخارج، مازالني مصر على هذه القضية. بداوا يقتنعوا باللي لا مخرج للجزائر إلا بالتوافق، وحتى الناس اللي هما كانوا في المعارضة كان أكيد. منهم اللي هما كانوا ما كانوش مأمنين بالقضية، بل كانوا منهم اللي أنا كانوا أتمنى منهم اللي الخير ما للبلاد كانش على كل حوار. حال. راه من الآن بداوا يقتنعوا بهذا الحل هذا، احنا نتمنى على جال باش الحل هذا يروح نعم، يمشي، لكن هذا الناس خلاص. درك اذا كان هذا الناس اللي راهم في النظام حابين فعلا الخير للبلاد، وحب هذا درك هذا بوتفليقه، إن شاء الله يكون خير لونتوراج إن شاء تاعه الله. مش هو خلاص، لونتوراج تاعه اذا كان راكم حبيته فعلا تحوسوا تلقاو له مخرج. المخرج هو تأجيل الانتخابات وعقد المؤتمر في الداخل وفي الخارج، بوالعك وتروح كما قالهم بفليش. تتأسس جمهورية جزائرية جديدة. أما ذهاب إلى الانتخابات و راح يتخرجوا من بوتفليقة، تحملوا المسؤولية تاعكم،
معذرة الأخ، للأسف الشديد خرج. شوفوا الأخ هذا، المهم معذرة الإخوة راني شوية مسكوب. يا الله كريم، للأسف الشديد الأخ هذا خرج. شوفوا هذا حسن أيت مختار، المهم مرة على مرة نطلع واحد، المهم الإخوة راني مرة على مرة نطلع واحد، مرة تلقى واحد هو راهو فايق ويتكلم ويعرف يهدر تخلي له المجال، ومرات كاينين الناس اللي الله غالب ما راهوش فاهم ولا وصمه، تولي انت تاخذ منه الكلمه لانه يديك الوقت هكذاك. شوف ترى هذا الاخ صلاح الدين، المهم الإخوة التعليقات راني كنت محبسهم، معليش اسمحوا لي، هذا هو اللي شغلت التعليقات، ما كنتش نشوف فيكم خلاص نهائي. المهم الجماعة هذوك رانا نعرفكم، هل الرسالة انت راها مرت، رانا نعرفكم الجماعة نتاع الكاشير، جماعة الكاشير اللي تتهموا في الناس بالكاشير، رانا نعرفكم. شوفوا ترى هذا مراد، بالك لا عاد يقدر يطلع. يبدو هو أن الإخوة راهم في عدة ولايات خرجوا. أخ مراد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. وشك خويا نور الدين؟ والله غلا بس الحمد لله، أنت واش راك؟ الحمد لله يا خويا، مزيدا من الصبر ان شاء الله، ما بقاش الله قد يبارك الزفاف ان فيك، شاء الله، وتضمد الجراح ان شاء الله، وترجع للاهل ان شاء الله، إن شاء الله. الله أمين، وان بعد العسر يسرا، إن شاء الله، فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب. إن شاء الله. وشارك الأخبارات. الحمد لله، والله لاباس، نحمد ربي على كل حال، لاباس نقولوها بالفم برك، مي القلب ما وش لاباس يعني. وش راه الجو عندكم ثم مالك بعد ال يا ولدي، الجو مش يعجب طول، كيما راك تشوف وسط الاعلام دوك، ايش المعلومه اللي عندي عندك، وربما المعلومه اللي تكون عندك ما تكونش عندي، شفت انا على واسمه راي لهبه، الاخوه ماشي راهم مليحه، خرجوا في راح عده من ولايات، سيء الاسوء. خرجوا في عده ولايات، كنت شوف انا اكيد مع اكيد الاخوه. خرجوا في عده ولايات، تقدر تقول، في كل الولايات يعني، جل الولايات خرجوا فيها، خرجوا في البرج، خرجوا في سطيف، خرجوا في المسيلة، خرجوا في سكيكدا، خرجوا في العاصمة، خرجوا في وهران. يا دوك على بالك مع وسائل الاتصال كل شيء يجي سخون، وهذا هو الشيء اللي يخلي بنادم كيما نقول لهم يسترح شوية يتقلق، لأنه صراحة أنا نشوف فيها بلي رايحة من السيء الأسوأ على مستوى هذا التحرك هذا وعلى التظاهرات هذه، لأن الشارع ولا كيما نقول هاي وكأنها الصورة تاع التسعينات يعني، تعاد بطبعة يعني منقحة ومعدلة. الفارق تقدر تقول فيها أنه في التسعينات كانت نوعا ما فيها جهة تنظم، أو محسوبة على أساس أنها تنظم، أو تظن نفسها أنها تنظم في هذاك الحراك، ولكن في هذا المرة وللأسف الشديد ولا جهة راهي تعلن بأنها راهي تنظم، وحتى الواقع يقول بلي ما كان حتى جهة مسؤولة وراهي تنظم. هذا لا يعني أنه ما كانش يعني ناس من وراء هذا الشيء، المؤسف انه الناس اللي راهم مرشي هم ناس متخفيين، ناس تاع السرداب، ناس تاع الدهليز، الناس اللي معروفة يعني تشتي تخلط. لا شوف نقول لك انا هذا متاكد منه باللي جماعه الدي ار اس موجودين، هذه عندي يقين. اكيد، وبقوة بقوة بقوة. دركا هذا لا ينفي من انه كاين ناس راهم يخرجوا هما وراهم يعبروا على الغضب بتاعهم والسخط بتاعهم، هذا امر مفروغ منه، لكن لازم الناس تعرف باللي راهو الجماعه نتاع الدي ار اس راهم داخلين في الفلوس، سواء في الداخل ولا في الخارج. نعم،
مالية. جماعة دي راس، ولتوضيح يعني الصورة بالضبط، يعني لأنه ما يكفيش المصطلح هذا باش تخلي يعني الجمهور يفهم، لأنه الجمهور دوك اللي راهو يسمع فينا ولا اللي راهو يتابع في هذه المشاكل سواء معنا ولا في قنوات أخرى، كل واحد يقدر يفهم من زاوية معينة. بمعنى أنت لو كان مثلا تحدد له المصطلح، مصطلح واحد فريد برك، راح يكون عينة من الجمهور برك يفهم، باقي الجمهور ربما يعارضك وربما ما يفهمش. بصح لما تعدد له المصطلحات، كما نقولوا راح تكتمل الصورة أكثر. كما كاين، كما تحكي انت، جماعة الدياراس، كاين جماعة البربريست، كاين جماعة الزواف، كاين جماعة الاستئصاليين، كاين جماعة المجتمع المفيد، جماعة اللي تؤمن بالديمقراطية لما تكون صالحة فقط، كاين الجماعة المعادية للتوجه النوفمبري، نعم كاين جماعة المصالح المالية اللي راهي مهددة يعني بالزوال، المصالح تاعها راهي تخدم من تحت لتحت. هذو كامل راهم يخلطوا يعني في الخفاء، ما يبانوش، يبعثوا غير الرؤوس ويوجهوا، ما يوجهوا التظاهرات هذه ويزيدوا يشحنوها. وانا لاحظت يعني مؤخرا باللي راهي ماشيه في منحة تصاعدي، انا هذا هو اللي راه مخوفني، منحة التصاعدي هذا انا راني نرصد فيه، ويزيد ياكد لي باللي العمليه راهي مخططه لما هو اسمى واخفى، يعني حاجه مخفيه. لا تشوف مثلا باللي هما في شوف نقول لك شوف اسمع الاسبوعين اللي هما هذا النظام حتى هذا الجناح هذا اللي راهو درك مثلا فيه بوتفليقة وفيه هذو الجماعة نتاوعو مع القايد صالح والله ما يخدمهمش لأنه هما راهم على بالهم باللي لو كان هذا الجهة هذه راها راح تمهد الجهة الناس واحد اخرين اللي راهم رايحين هما يستلموا السلطة ورايحين هما يستعيدوا الإرادة الشعبية، الجزائر راح تمديها من يديهم، وبالتالي دوك راهم يخلطوا، دوك راهم جماعة يحوسوا على السلطة، الناس اللي كانت عملاء يعني نخرجوا لها صواب، ما كانش راهم يسعوا أكيد. من أجل استعادة مواقع راحت لهم، راحت لهم، فرصة بالنسبة إيه لهم، فرصة وراهم بالنسبة لهم. مدعمين من الخارج، أنا مين؟ هذا هو، وراهم دوك هما يستغلوا كل ما جات ثغرة كل ما جاء خطأ يحاولوهما انه يستغلوه من خلال وسائل الاعلام. والان راك تعرف باللي دوك راه كاينه القضيه دي تاع تروكاج في وسائل الاعلام وراهم يستعملوا فيها دوك الان. هما عرفوا باللي في الداخل لما تخرج جا حافل من الشعب عارفين باللي هما دوك مثلا كاينين الناس اللي عندهم القدره على نقولوا مثلا مخاطبة الشعب، نقولوا مثلا دوك أنا هنا في تولوز فاسيلمون يقدروا يقتلوك، فاسيلمون يقدروا ما يحركوا لك جماعة تروح أنت قال مثلا دير نشاط والله ومن بعد من خلال وسائل الإعلام تاعهم قال مثلا في التيافا ولا في لاطروا ولا هذيك يديروك كشكليشي فهمت. بس نقولوا مثلا إكزومبل مثلا في البرج يروح مثلا في البرج قال مثلا يروح يهبط احمد بن محمد اكزامبل برك يخرج ثم يخطب في الناس بالسلامه بالعافيه. دونك هما راه ميسيو من الخارج على جال باش هما يمانيبوليو عن طريق وسائل الاعلام نتاعهم ويحاولوا يصنعوا شخصيات يصنعوهم من خلال هذه التجمعات يصنعوا اشخاص هكذا وينفخوهم في وسائل الاعلام على جال باش هما يوجهوا بهم الناس يحاولوا هو انه هذه هي الطرق نتاعهم يحاولوا ما حتى في الصفحات وما يسيو قال مثلا صفحة يشوفوها باللي تزعجهم الله واسمه يسيو عجل باش يدمرها. لا دوك انا اللي لاحظته ونرضي ثاني انه وتاكدت منه، كانت يعني معلومه هذه انا نقراها هكذا عابره برك، بصح لما قعدتها ونظفتها لقيتها باللي يعني حقيقه واقع، وهذه شاهدها في كثير من التحركات الشعبيه. هي الناس اللي مور الحراك هذا في الخفاء دائما يديروا هذه الاساليب، انهم راهم مخدمين هذو الناس، تخدم ما يسالك يعني، هذا هو العمل تاعهم يعني، باوامر ويحاسب عليه، مشكلين خلايا، خلايا نتاع دعايه ونتاع تحريض، سالك عليها اج 24، ودي جروب نوض وجروب يخدم، جروب نوض يخدم، بحيث على بالك قلت لك تلقى المنحه نتاع التصعيد يبان لك من المنشورات هذه تاع المجموعات هذه اللي راهي دايره، من يسمي روحه قصور مش عارف الحريه، والاخر يسموه مش عارف الثوره الجزائريه، يعني مواقع كانت ما كانش، ولمح البصر تلقاها تخرج بالعشرات
وكما نقولها وفي كل مره تخرج مناشير توجه توجيه معين غير تصاعدي غير تصاعدي. هنا نقرا مثلا اليوم بمجرد انه مثلا الصباح خرجوا كانوا باغي كانوا يوجهوا في الناس قال لك لازم اليوم نخرجوا لا باش نزيدوا نضغطوا زعما على المترشحين وعلى راسهم بوتفليقه زعما باه ما يترشحش للعهده الخامسه. هيا مع الجماهير تخرج يخرجوا لهم شعارات اللي تزيد تحرض اكثر واكثر. ومن بعد غير خرجت العشيه الرساله اللي دار باللي فوالا راهو ترشح وكل شيء، مباشره نلقى واحد الكم هائل من التحريضات، زاد كما نقولوها ارتقى بالمستوى والسقف، قال لك بون دوكا ندخلوا في عصيان مدني. وماشي غير في عصيان مدني، لازم غدوه ولادنا غدوه غدوه ولادنا ما يروحوش يقراوا، والخدامين ما يروحوش، وخرجوا بيان تاع واحد النقابه هكذا والله شفت كيف تسمي روحها هكذا، قال نقابه التغذيه وكذا وكذا، قال لك خلاص بلي ماناش رايحين نديروا الانتاج وماناش رايحين نخليو التجار يفتحوا، لازمنا عندنا من لوكات لوديس هذه ما فيها لا خدمه لا تجاره لا والو. وزاد خرج واحد من الهيتارة من فاميلية نكاز قال لهم انايا رانا مبروغرامي لكم ان شاء الله بالوي مارس يخرجوا النساء برك ما يخرجوش الرجال يقعدوا في الدار ويخرجوا المظاهرات غير النساء، وبالطريقه هي راح يكون عندها صدى كبير في لي ميديا انترناسيونال كذا ومنها، وبالتالي راح زيد دعم لكم الحراك. المهم الخلاصه اللي تستشفها من هذا الامر انه هذا المسايره لهذا التحرك هذا والوخز نتاعو والتحريش نتاعو، اي كاين ناس راهي قايمه عليه وصهره عليه، راهو موش عفوي كما يتوهمه الجماهير، هم راهم هم في هنا الشارع هم هنا ينادوا به موجودين معنا، ويعاودوه كالببغاءات. هم هنا راهم ها موجودين معنا، هم هنا راهم تقريبا بالك راهم على الأقل 500 واحد راهم موجودين معنا هنا، على الأقل ألف على الأقل ولاش 500 واحد راهم ألف موجودين وخمسين ها. ألف وخمسين ما لا لا يشادوا لا لا توحهم يا قبيل، احنا فتنا 4000 درك الآن، راهم حوالي 500 واحد من توحهم مجمعة هذو، اه راهم عم يخدموا يديروا في النش ايه خدمتهم، شوف خدمتهم هي التشويه. خدمتهم بارك الله. انا ما استغربش منها ما نور الدين العمل هذا، لانه هو يخدم في خدمته قلت لك وسالك عليها، كاين اللي عنده قناعه وخلفيه فكريه وكاين اللي سالك عليها. بصح انا الشيء اللي كيما نقولها اللي يغيظني واللي نعمل كيما نقولها بها نفطنه هما الجماهير اللي راهم في الشارع اللي راهم يوجهوا فيهم هذه الوجهه، انه حتى بالجامع الشارع دوك ولا يلوك يلوك يعني من لاك في لسانه يدور بلسانه هذا الكلام وهو لا يدري، يقول لك بلي احنا حراكنا مستقل وما كان حتى واحد وراه هو شعبي. يا رجل لا يمكن لحراك في العالم وفي التاريخ انه يكون مستقل وما يكون من وراه حتى واحد، لما تظن باللي كاين حراك وما كان من وراه حتى واحد فاعلم انه كاين من وراه واحد خفي يخدم بك وانت لا تدري. وحتى ونفترض كاين حراك او تحرك ما كانش وراه حتى واحد فهو تحرك خائب غبي، لا لانه ما كانش حاجه ما تكونش بلا قياده، اذا كان مشيت بلا قياده فانت راك تائه. ودوك على بالك راه مرشح في ذهن الناس من انه اي عمل منظم كما الحراك هذا وحاجة مش مليحة، بدليل بدات تخرج النتائج العكسية دوكا مؤخرا البارح واليوم راهو بدات كما نقولوها بداو شوية يتفقعوا، يقول لك يا ولدي حنا دوكا شكون الناطق تاعنا، واحد يروح من اليسار يقول لك هو نديروا الناطق هذا، يجي واحد يجي من اليمين ويقول لك نديروا الناطق هذا، وبعدين ينطق من الاخر يقول هو الناطق هذاك ما يمثلنيش. شوف يعني تصور نور الدين دوكا حاولي يوم اللي يتصور يلعبوا شحال عليها نقولوا بلي الأمور هذا واقع يلعبوا عليها. 12 يوم تصور تاع حراك تاع 12 يوم هذا، وين انت تبدا تطرح التساؤل تقول شكون اللي يمثلني، أليس هذا غباء؟ أليس هذا مدعاة باش الناس تفطن؟ كما قلت أنت قبيل أليس هذا مدعاة باش الناس اللي راهم على الأقل ينطقوا ويهضروا يهضروا الناس يهضروا مع الناس بالصدق وبموضوعية ما يحشيوهمش ما يسيروش العواطف تاعهم، لأنه إذا كان حبوا صح يقدموا حاجة إيجابية يصدقوا الناس ما يهفوهمش، ماشي دوك تكي تلقى شارع متحمس ومدياته الحرارة هذيك شغل أنت باش ما تخسروش وباش شغل يبقى يشوف فيك راك الفوق الفوق تبقى غير تسير فيه، أو حرام عليك هاك تغرر في الناس هكذا سبحان الله العظيم. لما يجي الفاس في الراس ولا يخبط راسه يخبط فمه في الحجره شكون انت اللي راه غدوه ليه؟ البارح الجمعه اللي فاتت مات وليد يوسف بن خدام مسكين ربي يرحمه، المره هذه الجايه الجمعه ما تدريش واش راهم يديروا من الشعارات الخطيره جدا اللي راهي تردد مؤخرا، ايه هما والله شوف ماني هما متذكر شوف بالضبط معولين على الاقتلاع، فهمت؟ الاقتلاء هي اسمع نور الدين رايحين قلت ليها من الشعارات الاخرى اللي راهي من رايحين الشعارات ليها الاخرى هذا اللي راهي شوفهم تتردد بالك وشعارات مخيفه. هما شوف سامحني نور الدين شعار مخيف شعار مخيف الاخر اللي راهم يردوا فيه يعني الجماهير يعني مساكن لا يدري هو شعار تاع اصطادات، يعني يقولوا لا بوتفليقه لا عهده خمسه، ومن بعد مش عارف يقول لا شغل على لا بوليس واحد جروب تاع دانترفونسيون تاع بوليس ما كيف يسموه، لا الصاعقه شغل ما تخوفنا لا لا بوليس لا الصاعقه،
يودي هذا مأساة كبيرة هذا محمد، أنت ما تخوفك الله. بالإضافة إلى ذلك حصر الشعارات، حصر الشعارات اللي راهي تمشي دوك في الشارع، في شعار واحد ومتعلق بشخص واحد اللي هو لا للعهدة الخامسة ولا لبوتفليقة. أو شوفوا هفطن قبل أسمع، شوية، من حقك، من أنا حقك تدير هذا الشعار، من حقك قلت أنا مبدئيا، ياكل بصح انك تحصر شعاراتك في هذا لازمك تتساءل وتقول شكون اللي راه مستفيد. يا اخي المنطق السليم يقول اول المستفيدين من هذا الشعار هم خصوم بوتفليقة، كاينه ولا ما كانش؟ ياش. القارئ للساحة السياسية الجزائرية يقول باللي خصوم بوتفليقة نوعين، شوف نقول لك والله، خصوم ظاهرين وخصوم مخليين. الخصوم الظاهرين راهم حتى معاه في التحالف، ويحيى راهو خصم البوتفليقة، عمارة بن يونس راهو خصم البوتفليقة، لويزا حنون وين دعا الزعماء المسيرة راهي خصم البوتفليقة، وكاين الخصم الآخر اللي راهو معارض جماعة المواطنة وجماعة الخروطوف وجماعة يا دوك خلي لفيف الجماعة فاس الديرة وجماعة زلوم، الجماعة الديرة الجلالي تخلوا سفيان على وكذا، الخدين هذو على كلهم الخدين. خصوم. سما انت راك تصب، راك تصب بشعارك ما هذا، راك شوف تصب عندهم اوتوماتيكمون هذاك عبد العزيز بالعيد، عندهم في هذاك، البسينة تاع هاد الناس. عندهم عبد العزيز بالعيد هذاك، وعندهم هذا علي غديري، وكاين ناس اخرين دوك يزيدوا يعاودوا يخرجوهم يدخلوا في لا ليست. هما دوك راهم يراهنوا على موت بوتفليقة، راهم يراهنوا عليه، يراهنوا على موت نتاع بوتفليقة. يموت هما الان دروك راهم يعني قادرين يتسلوا له ويقتلوه، قادرين يقتلوا القايد صالح، قادرين. المهم شوف نقول لك، هما لو كان ما هذا يكون، متوقف على لوكي، لوكي تاع برا. شوف لو كان ما يكونش حراك شعبي منظم، ويكونوا ناس واعيين، شي غير منظم برك، ناس واعيين بمعنى انه على بالهم بالمخاطر وعلى بالهم العقلية نتاع هاد الناس اللي راهم درك هما متحكمين في المفاصل نتاع الدولة، ويكونوا ناس يعني داخل الجيش، داخل المؤسسة نتاع الجيش. لأنه أنا هذه القضية بالنسبة لي من المسلمات، الجيش والشرطة والدرك والمخابرات كلهم يكونوا ناس يعني وطنيين نتاع الصح، وينحازوا للشعب. خاطر هاد الناس هما أقلية، هادو ما تخدمهم للانتخابات التشريعية ولا البلدية ولا البرلمانية ولا الرئاسية، وما تخدمهمش الانتخابات نهائيا. أقلية ماكرة مرة عندها دعم من الخارج، وراها هي تستغل في الظروف تحوس على جال باش توجه الناس للوجهة نتاعها. احنا ما لازمناش نطيحوا في البياج نتاعهم. درك هاد الجماعة كاين منهم اللي ربما راه هو عن حسن نية، او ربما راه مكلف بمهمة. هاد الناس اللي راهم درك هما يردوا في هذه القضية نتاع انه لابد هو انه الحراك يتكلم باسمه بوشيشي، هذو اما انه ما يعرفوش، ممكن واحد هكذا غبي يطلقها والله يرد لها ولا كذا، واما كاين ناس راهم مبعوثين باهيلهم على جال باش هما ينشروا هذا الوسمو، حتى باش الناس قالوا ودي وشكون هذا، بداوا يتربوا علينا من درك. فهمت؟ لا انتخابات لا والو، يلا نعم. بدات الناس دركا قالوا شكون هو الشاف، شكون هو الزعيم، شكون كذا. لا، لازم تتشكل مجموعات على مستوى الولايات وفي الخارج من الناس اللي هما واعيين بالتحولات، ويكون عندهم وعي حقيقي، مش وعي زائف، يكونوا مطلعين فاهمين. نوردين خويا باش نكونوا عمليين، نعم من حيث المبدأ لازم الناس تتشكل من داخل ومن خارج ويكونوا واعيين ونزهاء. او المشكل في كيف دوكا ننظروا للمسار تاع هذا الامر اللي راه صاير دوك الحراك. شوف الانطلاقه نتاعو والمسار اللي راه فيه دركا راه يحول دون هذا الامر اللي راك طالب فيه. لا يمكن، او لا يمكن الناس اللي راهم في الشارع يرفضون كل ما له علاقه بالتنظيم، يرفضون كل الاحزاب بالمليح فيها بالحاير فيها بالفاسده 100%، باللي صالحه ب 90%، باللي صالحه ب 50%. شكون واللي راهم يحركوا في هذا الشيء؟ هم كما تحكي حتى الاقليه اللي لو كان يخرجوا ناس منظمين وعندهم فكره وعندهم برنامج يكونوا هما اول الخاسرين، وبالتالي ما مش رايحين يرضوا بهذا ما الشيء شوف انه نقول يكون. لك، حنايا لازم الناس تفهم، لا سيما من الشباب اللي ما عندهمش تجربة وما عندهمش معرفة ودراية بالسياسة. لازم تفهموا يا أيها الشباب، إذا كان هذا الحراك لم يؤطر، راهو رايح تستغلوا هذه الأقلية الماكرة. هما بنفسهم راهم يقولوا لكم باللي بالك من فلان وبالك من فلان، وما تديروش كذا وما تديروش كذا، وخلي عليها تمشي هكذا. ما كانش هذه تمشي تخلي عليها تمشي هكذا، لانها في صالحهم. هما يدفعوا الناس، يحمسوهم، يخرجوهم للشارع،
يحدثوا مبيقات، يحدثوا اقتيلات، يحدثوا كذا، فيما بعد هما يلقاو تحت هذيك الفوضى، تحت هذيك الهمجية، هما يتدخلوا في الوقت المناسب باش يستهدفوا ناس معينين يقتلوهم، ومن بعد هما يستولوا على الحكم عن طريق القوة. ومن بعد قال هاو الحركة هذا ما عنده لا ناس ينظموا فيه ولا عندهم ناس يأطروا فيه، انتم ما لازمش تطيحوا في هذا الفخ. لابد هو انه هذا الحراك يخرجوا ناس من الولايات. يا سيدي دوك مثلا انا ثقوا فيا قال مثلا من خلال النقاشات والحوارات وكذا، معليش ماشي نقول لكم انا ديروني والله انا نكون معاكم، يا سيدي انا منسق معاكم، بحيث هو انه قال مثلا يكونوا مجموعات على مستوى 48 ولايه نتناقشوا فقط قبل ما نتخذوا حتى اجراء، نتناقشوا فقط. قال مجموعات في كل بلديه في كل ولايات 4 5 من الناس، نتلاقاو في 4 ولا 5 من الناس، قال تشكل مجموعه 4 ولا 5 من الناس تعرفهم معرفه خاصه، تعرف القدره نتاع الاستيعاب تاعهم، تعرف الذكاء نتاعهم، تعرف النضال نتاعهم، تعرف الصمود نتاعهم، تعرف الا كان هما مستعدين للتضحيه ولا لا. نسق معاهم 4 5، قال انت نسق مع 4 ولا 5 من الناس، قال ارواح نتلاقيو، تلاقاو انا احنا مجموعه، قال مثلا مثل سطيف حبينا نتناقشوا معك في موضوع، نتناقشوا مع بعضنا. من بعد قال مجموعه من العاصمه، مجموعه من ميلا، مجموعه من باتنا، مجموعه من كذا، وننسقوا مع بعضنا، ونقدروا لما يكون هناك تنسيق على مستوى الوطني والمستوى البرة في الخارج، نقدروا فيما بعد احنا نفرضوا شروط. لكن لما تكون انت مخلي عليهم، راه مدركهم، انت راك تخدم عليهم، تروح انت تحضر في مسيرة فيها 40 ألف والله، ومن بعد الجماعة ما كانش اللي ينظمها، ما كانش اللي راهو يأطرها. لا هو في الوقت اللي الناس في المسيرة، الناس راهم في البلاطوات في التلفزيون يهضروا باسم المسيرة. ايه هذه هي لازم الناس تاخذ الحذر نتاعها من الجهتين، فهمت، ومن عدة جهات لازم تاخذ الناس الحذر نتاعها، فهمت. انا شخصيا انا لا أنا ما والله نقدرش شخصيا نمشي مع غير ناس ندعو من هكذا هذا لو كان ما المنبر نكونش ندعو الناس نعرفهم. اللي راهي تشارك في المسيرات. قلت لك يا نور الدين خويا من هذا المنبر أنا شخصيا ندعو للناس اللي راهي تشارك في هذه المسيرات والله اللي راهي تكتب في هذا السياق أنها تدعو للتعقل وللحكمة، ماشي نقول باه يحبسوا مرة، بصح باه ينظروا لهذا المطبات وباه ما يوقعوش فيهم. لا لأنه ثاني تكرهوا العمل هذا تاع المسيرات وتاع الأخر، راهو على بالك الشعب راهو ما يقدرش يستمر فيه مدة طويلة، ربما يزيدوا هكذا سمانة زوج ثلاثة شهر شهرين ثلاثة، ومن بعد يسكوا آلي الناس ما تقدرش تكمل. نعم ولكن حتى يكملوا، إذا كان كملوا رايحين يكملوا كما نقولوها بسقف يزيد يرتفع في كل مرة، ورايحة رايحة تروح للصدام، الأخ اسمه والناس هذول اللي فوق ما الأخ عندوش مراد مشكلة، عنده أمر طبق يمشي يخرج لك قائمة غدوة كبيرة، العسكر ولا البوليس يعني يتواجهوا مع الناس. أخ مراد راه فيها قائمة كبيرة نعم راها تنتظر، نحاول نمررهم الكلمة. ربي يجازيك نور ربي الدين، يبارك فيك الأخ آه مراد، وأنا عند خليوا بعضنا إن شاء المجال الله. للإخوان الآخرين يفيدونا إن شاء الله. ربي يبارك فيك، نشوف ترى نمر الله. شوف ترى هذا الأخ شوف ترى صلاح الدين شريف. أخ صلاح الدين عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك، سرح الخط نتاعك ومرحبا بك. شوفوا الأخ حمزة من أنماص، شوفوا ترى هذا حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ حمزة. واش اخويا نور الدين صباح؟ والله غلا بس الحمد لله، واش راك فيها؟ والله الحمد لله من قبيله وانا نتبع فيك، بصح ما كنتش فاهم تو اكزاكتومون، على بالي بلي راك تهضر على السياسة وكل شيء وعلى المشاكل هذه، بصح ما كملتش معاك من قبيله، فهمت؟ ها تسمى ما كنتش تتبع من الاول. ايوه فوالا، ما بس فيش كذا مشكلة. حبيت تسقسيك برك. وتبع شوية سياسة الأخ حمزة ولا؟ لا انا خاطيتني سياسة، وانا ما قبيله كنت شوف لي لايف وكل شيء في الفيسبوك، ها بلي ياك ماني فاهم، لا هنا اذا مشاكل في البلاد ماني فاهم حتى شيء. ابخي يقولوا هذاك سلال اختفى، كومو يسابيل، رشيد نكاز،
خطفوه وكل شيء. سي السينما هذه. انا هذه اللي حبيت نفهمها بعض. اسكو ما يدير في السيرك هذاك، كيفاه فهمت؟ يدير في السينما؟ ايه ودي يدير في السيرك هذاك. شوف، هو من الناحية الدستورية، أنا كنت نتكلم قبيل، من الناحية الدستورية ممنوع باش يترشح، ممنوع، ما عندوش الحق باش يترشح في الرئاسة. وعلاه ممنوع؟ هو واش راح، ممنوع، عنده كاين عدة مواد في الدستور تمنعه باش يترشح، من بينها المادة الأولى هو أنه لما واحد تكون عنده جنسية واحدة أخرى ما يترشحش. هذا راه منصب تاع رئاسة تاع الجمهورية، لازم تكون المرأة نتاعو عندها الجنسية الأصلية الجزائرية، بمعنى أنه إذا كان عندها جنسية واحدة أخرى ممنوع من الترشح. عنده 4 مواد اللي تمنعه، تاع تصلح بالممتلكات ما دارهاش، خطر على باله راهو يكذب على الناس وهاو مليونير وكذا، غدوة لما تصير في التصليح بالممتلكات لازم هو يصرح بالممتلكات، قال هو عنده فيلات وهو عنده شاطوات وهو عنده سيارات وكذا، تسمى ما يقدرش ما يقدرش. واش بعد هو واش ولا دار؟ راح جاب واحد ولد عمه عنده لو ميم نو رشيد دكاز، وجابه على جال باش زعما يعطي له الدوسي يبريزونتي هذا ولد عمه باسمه، وبعد هو زعما من اللور غبي. بصح اسمح لي يا عمي نوردين، انا كيما نقولوا يعني ما كانش انسان ما يقاش على بلاده والله ذيك، فهمني والله. بصح كيما نقولوا هذو كيما البريزيدون بوتفليقه ولي جينيرو الاخرين وكل شيء، هما ثاني راهم يديروا في حاجه ان نورمال. مانيش نهضروا عليهم هذوك، يروح اسمع، هذوك يروحوا لمزبلة التاريخ، هذوك ما كانش حتى معليش معاهم هذوك. انت خويا ما قبلتش رشيد نكاز هذا، شي داكور، مي دوطخ هم كاينين ناس اخرين كيما نقولوا، كيما هذاك اللي انسحب وحده كومون يسابيل مهدي وشي با كومون يسابيل، ما علاه يسحبش. هذاك نفس الشيء، نفس الشيء، هذاك ما عندوش، عنده الجنسية نتاع، الجنسية نتاع المرأة نتاعو ونتاعو هو، ما يسمحولوش. بصح هو جزائري كيما انا دوك عايش في فرنسا. هذا منصب نتاع رئاسة لي. الجمهورية، فهمت؟ حبيت هذا منصب حبيت نتاع رئاسة الجمهورية. أنا شخصيا راني ضد النظام، أنا شخصيا راني ضد النظام، ويذهب هذا النظام للجحيم. ولكن هذا منصب نتاع رئاسة الجمهورية لازم يحدد بقوانين اللي ما تخليش ناس تتسلل له وتعبث بالبلاد. ماشي، وحتى في جمع التوقيعات انا هكذا، لازم في المستقبل ما كانش واحد هو انه يترشح، هكذا يجي واحد يترشح رئيس، فوت على مستوى البلديات ولا مستوى الولايات، اطلع نهار تصير انت مرشح على مستوى الوطني ترشح للرئاسه. لازم هذا المنصب تاع رئاسه الجمهوريه هذا ما يكونش المنهب بوذب. صح عمي نوردين، حبيت تسقسيك دوك تي، انت راك تقول عايش في فرنسا، ممكن انت عندك لا ناسيوناليتي فرونسيز؟ لا ما عنديش. كيما نقولوا انت صافي ما تقدرش تترشح بعد تكون ما رئيس عنديش في لا البلاد. ناسيوناليتي فرونسيز، وما عنديش لوش. حتى الباسبور، الباسبور الجزائري ما عنديش، راني هكذاك، راني في ازمه، فايت الحراقه قبل كارت سيجور ما كانش منها. اي أيوة والله. نو بصح هذه كيما نقولوا انت راك جزائري كيما انا عايش في فرنسا، عندي لا ناسيوناليتي فرونسيز اي شوي الجيريان، فاهم؟ معليش فوالا، كيما نقولوا نهار اخر حبيت نهبط البلاد نقرا في البلاد، وحبيت نكون حاجه في بلادي، حبيت نكون رئيس. صافي جي با الدور. لا لا، الرئاسه حاجه اخرى، الرئاسه حاجه اخرى، تخدم البلاد مش بالضروره هو انك تكون انت فقط رئيس. تخدم في البلاد تقدر تكون رئيس حكومة، تخدم في البلاد تقدر تكون وزير، تخدم في البلاد تقدر تكون نائب في البرلمان، لكن منصب نتاع رئاسة الجمهورية أنا في بالي، خطر عليها دوك هما لما يطلبوا الجنسية نتاع واسمو الأصلية نتاع المرأة، لما تكون واحد راه متزوج هو مثلا بواحدة، إكزامبل مثلا واحدة يهودية، أيوة، أو متزوج بواحدة قال ما على باليش أنا بوذية، تقدر المرأة هذيك نتاعو خاصة اللي نقولوا مثلا كان يحبها ولا مش عارف، تقدر تأثر عليه.
كيف تعثر عليه؟ تاثر عليه وتاثر له على القرارات نتاعو. دوك هذا راه شخص لما يكون رئيس، شوف فرق بين هو انك انت راك تسوق في الكروسه نتاع البي هذيك، تعرف الكروسه نتاع البي ولا ما تعرفهاش؟ الكروسه نتاعوه نتاع البي هذيك نتاع الرولمات، الرولمات تعرف الرولمات ولا ما تعرفهاش؟ هاي نعرفها بيان سور، نعرفها الرولمات. ايوه فرق بين واحد يسوق واسمها نتاع الرولمات هذيك، والله يسوق طياره. واحد راه يسوق في طياره وراهم معاه ناس راكبين معاه، لازم يدير ستاج، لازم يدير فورماسيون، لازم يكون يتمتع بصحة، لازم يكون يتمتع بعقل كذا، قادر هو يدي ناس يقتلهم. يا هذه راه بلاد، أني داكور راه بلاد باش واحد يكون رئيس جمهورية. إذا كان حنا رانا ضد هذا النظام، رانا ضد النظام، ما لازمناش حنا نديروا أخطاء اللي دارهم النظام. أنا في رأيي لو كان هذه تكون هذه القضية نتاع الانتخابات الرئاسية، تزيد تتشدد أكثر القضية نتاع الانتخابات الرئاسية وبقوانين. أنا من رأيي هو أن الإنسان اللي راهو دوك هو قدم ملف تاع ترشح، سواء انسحب أو قال مثلا فشل في الانتخابات تاعو، ما زيدش يعاود بريزونتي مرة واحدة أخرى. واحد راح للحج كيف كيف، رحت حجيت بالسلامة بالعافية، خلي البلاصة للناس واحد أخرين يا صاحبي. بصح هذا بوتفليقة، هذا صافي نورمالمون. هذه كما نقولوا انسان مادام الشعب رفضك مش حابك تكون رايس، فوالا تو لاس لا بلاس بور لي زوتر. معاك فهمت يعني؟ هذه سي لا لوجيك. راني معاك. ابخي كيما نقولوا واحد متزوج بقويه والله كيما نقولوا زايد في ليغوب، هذه سافو ريان دير بور مو. افهمني يا عمي نوردين، كيما انا ما قويه انا نهضر معاك، تربيت في البلاد وزايد في بيتنا بصح بابا، يعني نهضر ماشي سيريو. انت وين راك دورك انت؟ انت وين راك؟ واسمح لي انا راني في تولوز ديجا، انا راني في الطريق، راني جاي لكاستل، كاستل نونو داغي، تعرفها كاستل؟ فوالا قبل ما نلحقوا لتولوز بواحد 50 كيلو انتر ناربون اي تولوز. فوالا انا يعني جاي من لا سويس رايح لكاستل نونو داغي، فهمت؟ فوالا انا ما قويه، بابا شاوي من باتنا، انا كبرت في البلاد، زدت في باتنا بصح ماشي لا كيستيون. مون بيغ متزوج مع قويه. معليش 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 الاخ، واسمو الاخ حمزه، الاخ حمزه مش مشكله، مش مشكله، انا ما عنديش حتى اشكال باسمه، ولكن رانا احنا نحكيو على قضيه نتاع منصب نتاع رئيس الجمهوريه. درك اذا كان احنا رانا ننتقدوا اشياء في النظام، احنا رانا نعملوا الاحسن. اش انت تروح انت تنتقد النظام ومن بعد تدير اشياء اللي اكثر منه؟ انا نقول لك صح، انا شوف ما نفهمش بزاف لا السياسه وهذا، صافي عندي واحد الشهر ونص وانا نتبع فيها البوليتيك هذا، ديجا جو سيبورت بلو. بصح تديني القرار على بلادي وعلى ولاد بلادي، فاهم؟ كي تشوف هك يعني العوج قدامك ونتاع يقيدك الحال، فاهم؟ صح صح. وحبيت عمي نقدين تحب تجي قدوه نتقهواو في كاستيل، مرحبا بك. واحنا في طوانه وبن عمي بعيده شويه لك، الا جيت لتولوز ممكن بعيده عليا ساعه وين نجي لتولوز، بالك دور لا سمان نولي لتولوز، باسكو دي فوا ان شاء الله كاستن نو داغي، ودي فوا نجي نجي لتولوز بعد، فهمت؟ اي لا جيت لتولوز ان شاء الله، بس ان شاء الله كاش نهار ان شاء الله نتلاقاو. فوالا وانا راني ساعه ثاني نجي، انا راني ساعه ثاني نجي لانماس تما. خلاص انا ايش في دنماس، جابيت انماس خلاص نسكن فيها، مالا كي نجي انماس راني نعيط لك. مرحبا بك، خلي اسمع خلي لي التليفون تاعك، كي نجي انماس راني نعيط لك، والله كي تجي لتولوز مرحبا بك، ما فيش مشكل. شوفوا ترى كيش ما واحد من الخوا شوفوا هذا السمير
الاخ اي تحمده مصطفى، اصبر شويه برك، كل مره نطلع واحد. اخو عثمان اصبر، ايه عسكري، اصبر شويه برك. الاخ راني طلعتك. مهدي، نشوف هذا الأخ، هذا سليم والله، وش يقولوا له؟ يا الله يا كريم، يبدو هو أن الإخوة راحوا رقدوا. كاين الناس اللي راهم دركا في امريكا وفي الو، ايوه. مرحبا بك الاخ سلام. سليم. وعليكم السلام صباح ورحمة الله. الزفت لهم. الله يبارك فيك، مرحبا بك الاخ سليم. صباح. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. والله انا واش حبيت نقول برك، يعني حنا شغل عندنا في القبيل عشنا بزاف المسيرات وكامل كما كامل التراب الجزائري. صح انا واش حبيت نقول برك، الخوتي في البلاد يحذروا على روحهم، باسكو ما تجي غير في الزوالي، ما تجي غير في الزوالي، وما تبكي غير اليمات، لانه نظام في الجزائر واعر مليح، واعر مليح مليح مليح، ماشي سهل، ماشي سهل. انا نهضر لك كما يقولوا اون كونيسونس دو كوز، بيان سور. باسكو شفت خوتي تما عندنا في منطقه القبائل في 2002، كان بزاف يتقتلوا قدامي هكذا، كان واحد تما عندنا تقتل قدامي هكذا، ما با متر على اليد، عطاو له بحبه على الراس. هذا النظام باش يخلي الامتيازات تاعو، ما راش راها ما يخرجش هكذا برك. انا هذا أكيد واش راني خايف، راني خايف يقتلوا النص تاع الشعب تاع الجزائري، وما يسرحوش للامتيازات تاعهم. سي فريمون تري تري سونسيبل. ولا المعارضة في البلاد براسك ما كاش معارضة، اختار ان نقوم مع راي مع بوتفليقة، اختار يقولوا لك ضد بوتفليقة كما يسحقوهم. الى انه ثاني كاين جبل ربي، كاين حاجة ما هضرتوش بالك عليها، كاين وفات في الجزائر، كاين شو الامتيازات اللي عطت لهم الدولة للدول الأجنبية. صافي سي با، ما تجيش سهله برضو كيما مثلا فرنسا عندها عاد تدي نص تاع الغاز والبترول في الجزائر، ما راهمش رايحين يسمحوا هكذا برك. هي توجور دي جون، سا سي جوست ان اكزومبل، كاين ايه، بزاف اللي كان امور في الصحراء، حوايج بزاف، شركات راها تخدم راها. كونينيو كاين بزاف حوايج ما على بالناش كاع بيهم، كاع والله ما راني سامعين بيهم. بيان سور من بعد واش بيان قلت لك سور، انا، تجي غير في الزوالي مسكين. ايه لا معك معك الاخ سليم. دونك ويا لو كان يجي دوك، هي انا على حسب واش راني نشوف، لازم يكون شغل ملتقى وطني. كي نقول وطني تسمى مام تاع في ليترونجي، مام تاع في ليترونجي، باسكو الوطن ماشي غير الجزائر. معاك، ما نحن رانا نعملوا هذا الحمد التكرار. لله عندنا، يعني عندنا عباد انتيليكتوال، دي جون اللي يعرفوا يهضروا، اللي يعرفوا يديروا دي استراتيجي، باسكو il faut être استراتيجيك كي بيان تقود سور امه، لازم تكون بيان استراتيجيك، سورتو احنا بلد غني الله يبارك، دونك لازم واحد يكون استراتيجيك، لازم واحد يشوف، ما نشوفوش غير للنفط تاعنا هنايا برك، لازم واحد يشوف للبعد. وهي السؤال لازم نطرحوه، انا بالنسبه لي كشخص لازم نطرحه سؤال واحد فقط، واش رانا رايحين نخلوا لولادنا؟ واش رانا رايحين نخلو لولادنا؟ صح واش رانا رايحين نخلو لهم؟ دوك بوتفليقه لي با ايترنال، يجي نهار وين يروح؟ صحاب الكاشير ياكلوا الكاشير، يجي نهار وين يخلص الكاشير؟ صحاب المصالح يجوا نهار وين يروحوا المصالح؟ من بعد واش رانا رايحين نخلو؟ تاريخ ما يرحمش، كيما دوك بوتفليقه يولي أسوأ رئيس اللي فات في الجمهوريه الجزائريه. التاريخ ما يرحموش، لانه كي كان بصحته
كي عدل دوستو في 2008. انا ما عندي حتى حاجه ضد يعني بوتفليقه، ما مشي عندي حوايج نقدر نكون ضده، الا انا انسان عاد ايه نبغي منطق، المنطق يقول هكذاك. لهنا لازم الواحد لهنا، ما مشي دوك واحد كما يقولوا ما كاين حتى فهمه تروح تعض كل بلي عضك حاشاك. دوك ما مشي الواحد يدير لي المال، معليش نسمح، لانه ربي في الدين صلى الله عليه وسلم في الاسلام وصلنا بسمح، ما كاش حاجه اعظم كي واحد يدير لك الشر وانت تسمح له. نعم دوك سي سا لو متفقين، بروبليم. نعم قلت لك متفقين الأخ سليم. ايه، لازم ملتقى وطني وكم نعم كامل الاطراف، يكونوا الاسلاميين، يكونوا اللايكيين، يكونوا كامل كامل الديمقراطيين، يكون دون كامل، إقصاء، كل واحد يعطي، كل واحد دون يعطي، إقصاء، ودير ناخذ. الناس خطوط عارضة، خطوط نعم كذا على جو، ومن بعد نديروا تخدم خطوط الناس. عارضه، حوايج وين لازم نتفاهموا كامل عليهم، إيه كي نتفاهموا كامل عليهم. نختلفوا في شيء قال روح استفتاء شعبي، فهمت؟ هذا ما كان، نروحوا هذا الاستفتاء الشعبي ونديروا جمهورية ديمقراطية ثانية، هذا نديروا هو، جمهورية ثانية. هذا هو اللي راني نعمل له انا. وبالمناسبة هذا اذا كان في السلمية. اخوة راهم يتبعوا فيا، ان شاء الله بعد ايام راني رايح نصدر كتاب حول هذه الجمهورية الجديدة ان بعد شاء الله ايام ان يا شاء رب، الله. ان شاء الله. هي لو كان نديروا ملتقى هكذا وطني وين يكونوا ماشي كيما ظفرين هذاك على السياسة في الجزائر، كاين عباد وحق ربي ما عندهمش كما يقولوا النيفو، المستوى انت الاخ باش سليم يكون مش من رئيس جهرك، مش من حزب. جهرك، مش من جهرك انا الاخ سليم. راني عايش هنا في لا نورموندي في فرنسا، اني بوريجين تيزيزو، منطقة القبائل تيزيزو. معليش معليش، المهم تقدر تشوف، نقولوا مثلا احنا شوف نقول لك نحوسوا نجمعوا اكبر عدد ممكن من الجزائريين اللي راهم عندهم هذه الفكره نتاع اننا نديروا مؤتمر، انا نسميه مؤتمر، مؤتمر وطني في الداخل وفي الخارج. نعم وكاين خطوط عريضه نديرو احنا، فقط خطوط عريضه فيما بعد الناس اللي كيما نقولوا هما مختصين، هما اللي من بعد يديروا التفاصيل. مختصين هما اللي يتكلموا، هما ها اللي يحوسوا في الدوم. ها احنا نديرو خطوط عريضه، هاد الناس اللي هما مؤمنين بهذه الفكره نتاع عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج. شوف ثم مجموعه عندك في تيزي وزو والله، وكل واحد في بجايه، في كل واحد يشوف ربعه خمسه من الناس يعرفهم معرفه خاصه، يعرفهم نقولوا نعم مثلا عندهم نفس الفكره هذه، نجتمعوا في الداخل وفي الخارج واو. ونحاولوا انا هو شوي انه نجيبوا هذ السياسيين نلموهم، قالها والطريق نتاع البلاد كيفاش يمشي نحو جمهوريه جديده نعم، هي خاصة هي واش بعيدا عن لازم الاحزاب وبعيدا عن السلطه. باوي. من بعد كيما عاد نقول انايا نديرو شغل كيما نقولوا ثورة فكرية، نعم لأن الشعب الجزائري حنا واش رانا نسحقو؟ نسحقو عباد اللي يلم الشعب الجزائري. هذا هو. لأنه أنا مثلا أنا قبايلي، أنا أمازيغي، واحد جاي كاين خويا جاي من وهران ولا من طم راست ولا من قسنطينة، رانا كاع خاوة، كاين نعم حاجة تعنو كلش، هي نعم أننا كامل جزائريين نعم عندنا وطن واحد، لازم نديرو اليد في اليد. لازم دوك مثلا كي نديرو ملتقى، من بعد لازم صحاب الدومين لي فري لي زيكسبير في مثلا في التربيه في ليدوكاسيون، لازم لنا، باسكو كيما كان الاخر واسمو لونسيان مينيستر تاع ليدوكاسيون، راح لي كاع واسمو 20 سنه هو مينيستر تاع ليدوكاسيون، كنا كاع لونسينيومون. بن وليت بوزيفا. خرج انا عندي، انا مثلا خرجت عندي باك بلس 5 في القانون في البلاد، عندي بابا قرا في عند ليبر بلون بكري، قرا خرج وقت سنه خامسه تاع بكري، وحق ربي تهضر معاه عنده نيفو خير مني. كيفاش كومون فا اكسبليكي سا؟ وعي. قال انا ما عندي حتى كومبلكس. لازم الواحد يهضر ماشي عيب، صح رانا صح خوا اوني اون فامي كيما يقولوا، يا رانا ولدي عائله نتوع الناس واحده، رانا بكري هذوك، مجموعه. علمتهم الخبرة، علمتهم الميزيرية، علمتهم المحن، هم اللي علمتهم. بزاف سؤال باوي، اه هذا هو المهم نبقاو على البلاد تواصل ان محتاجه. شاء الله الاخ مراد، رانا ان نزيدو شاء ان شاء الله الله هكذا الدور. خويا، تهلا في روحك. انا ربي نسلم كاع يعيشك، على جو بروفيت، نسلم كاع على الشعب الجزائري كاع ربي وين يبارك فيك با امبورتوني. ان شاء الله خاوتي في البلاد يتهلاو في روحهم، ان باسكو شاء الله، واعر واعر مليح مليح واعر. ان شاء السلام الله. عليكم. شكرا.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ مراد. نشوف ترى شكون آخر هذا، نشوف هذا العربي بن مهيدي. يا أخويا غير طلع لنا كيما العربي بن مهيدي برك، ما تهزش الاسم نتاعو برك. السلام عليكم. وعليكم السلام، انت يا اسمك العربي بن مهيدي والله هز الاسم نتاعو برك، فهمنا. لا لا، هذا اسم عنده يومين، اسم مستعار، وذلك من أجل إحياء روح طاهرة لهذه الشهداء. يا خويا مليح، بصح لازمك تكون كيفو. إن شاء الله إن شاء الله، ان لما شاء لا؟ الله. حب الوطن منين والمتوفى الاخ، منين؟ من ولاية وهران غرب ما شاء الله. الجزائر. ما اخويا كون سميت روحك زابانا. نعم نعم، أو الأمير عبد القادر الوصول السمعة السحرية. مرحبا بك. ما هو الاسم نتاعك الحقيقي كيفاه؟ رضوان بالعربي، مرحبا بك الاخ رضوان، يا تفضل. ربي يسلمك. نرى بأن أنا راح نهضر على نكاز والمسرحية اللي نسميها بالزعيم، أو طريقة سينمائية لفيلم طروادة، والدخول بمرشح في وسط حصان، أو مسرحية الزعيم، وهو لما جابوا رئيس يشبه شكلا وصورة في مسرحية الزعيم، ولكن هنا لدينا فقط يشبه في الاسم فقط، وذلك من أجل هو في باله أنها قال هو قال في تصريح مباشر أنه دار خطة بي. أنا ما نسميهاش خطة بي، هو رسم شهادة موت لنفسه تبهليلة، اسمع، وكفل بقتل تبهليلة بدلا من تبهليلة بي النظام. نعم تبهليلة بي نعم تبهلول نعم تبهلي صحيح، يتبهلل بي. نعم، هو رسم شهادة وفاة لنفسه، وتكفل بعمل جميع النظام والمعارضين وعدوه، وقتل نفسه بنفسه. إنسان أنت مضلل، مستهزئ ما من بالدكتور. نهار الأول قلنا عينا نحذره في الشباب، عينا نحذره فيهم والله غالب، مش راح تدير، نعم، عينا نحذره فيهم. لما رأيت أنا والله اليوم اتعشيت خوفا من المظاهرات في الجزائر، في أغلب ولايات الوطن، إن لم نقل الكبيرة منها، الأولاس، الأشم، ووسط العاصمة. ولكن لماذا قاموا؟ هم ظن منهم أنهم قتلوا نكاز في البداية، كيفاش؟ قاموا ظنا من الشعب الجزائري لما نكاز ما ظهرش أنه نكاز مات، ولكن ظهر أخيرا في لايف على الساعة الواحدة ليلا بتوقيت الجزائر، دار لهم لايف. يقول فيها بأني راوغت النظام وقمت بالخطة بي. هم وجدوا لي ولكن انا ما استسلمتش، وجدت الخطة بي، ولكن هو وضع انا اقول اذهب الى الخطة جيم، والخطة جيم هي الخروج من الجزائر، خروج من الجزائر مطاطا الراس. يا هذه ودي ليست مسرحية، نحن انا اسميتها ايضا بالاشعب، الاشعب حينما يضحك الناس ويظن ان نفسه انه ذكي. شوف، نقول لك الفرق بين الذكاء والدهاء، هو ما عنده حتى علاقة نعم، بالذكاء، فهمت؟ ما عنده حتى لا علاقة غلط بالذكاء، هو إنسان محتال. من نهار الأول قلناها إنسان مضلل، وقلنا للشباب اللي راهو يستعملكم في هذيك الضحكة الصفراء. وكثير من الشباب مع الأسف الشديد عاطفي، يعني أنت ذوك لما ذوك مثلا أنا يشوفني هكذا، لا ما نضحكش، يقول لك باللي يا ودي السيد أنا هذا نخاف منه، بينما يجي واحد يضحك له يديه. أنا وش اللي ضحكني؟ ضحكني الأوجاع، أنا الأوجاع تبكيني ما ضحكنيش، نعم فهمت؟ أوجاع تبكيني أنا، راني لما نشوف خاوتي الجزائريين واحد يضحك عليهم كيما هكذا على المستوى الدولي، راها صارت الجزائر مضحكة، ما نضحكش أنايا، نبكي ماشي نضحك، نعم نبكي الدم. هو في رأيك عفوا، ما عندوش النيف نتاعو مكسر. نعم في رأيك عفوا سيدي، ما هو عمل النخبة في الجزائر، عمل النقاب،
رأينا كثيرا من ينتقدون جميع الأنظمة، جميع من يريد الترشح. أنا نوهت في بعض في رسالة في بعض الصفحات، قلت لازم ندوة وطنية تكون مرؤوسة من النخبة الجزائرية من أجل توجيه هذا المواطن إلى مرشح من أجل دعمه والوقوف والالتفاف حوله. منذ مدة عندي، شوف نقول لك، من هذه عمل يعني عمل يومي لهذه القضية من 2008. عمل يومي يومي ليلا ونهار، ونعمل من 2008 إلى غاية اليوم ليلا ونهار. احنا نعملو على جال باش نلتقيو في اطار نتاع مؤتمر في الداخل وفي الخارج، فهمت؟ هذه القضيه انا مؤمن بها. دوك احنا نحوسو، شوف نقول لك، حوسو على بالك باللي دوك انا نشتغل عن طريق الانترنت، والانترنت الصعيبه على جال باش نتجيب بها مصداقيه، خاصه الثقه. خطر لو كانوا نقولوا مثلا انا راه قال شوفوا محاصريننا في وسائل الاعلام، في القنوات الفضائيه، في كذا، محاصريننا حصار. لا هذو نتاع ما يسمى بالمعارضه ولا نتاع السلطه، في زوج مسكرين الطرق. الوسيله الوحيده اللي انت تبلغ بها الرسائل والله باش انت تتواصل مع الناس، هاني دوك الان انا نترك في وهر نتكلم معك، الاخ من تيزي وزو نتكلم معه، الاخ من باتنا نتكلم معه، هذه هي الوسيله عندي الانترنت. ونحاول انا من خلال هذا الخطاب والتكرير نتاع هذا الخطاب هذا، هو انه نلقى ناس اللي قاسموني هذه الافكار نتاع عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج من اجل الذهاب الى بناء جمهوريه جديده. من بعد تفاصيل نصنعوها مع بعضنا. نعم، حاليا نرى هذا المؤتمر متاخرا، نحن نلعب في الوقت بدل الضائع، الجماهير الجزائريه اللي تنتظر بشغف. ماهوش بدل الضائع، ماهوش بدل الضائع اللي يكذب عليك الاخ الكريم. شوف الانسان اللي راهو يعتقد باللي هذا الكلام هذا اللي راك تقول فيه راهو خاطئ. مؤتمر هذا رغم انوفهم يعاودوا يرجعوا ليه، ما تروحش ليه، تروح 5 سنين 10 سنين تعاود ترجع ليه. خطر انا لما تحدثت في هذا الموضوع بناء على بحث في الموضوع، ماشي غير هكذاك برك، تروح انت دوك تنتفض وبعدين كما قالهاش المصري، ومن بعد تروح واش راح دير؟ تنتفض على روحك، عيط على روحك. ومن بعد قلنا لو كان ما هذا الجيش هذا ينحاز للشعب التغيير ما يحدثش، اخرج انت عيط ومن بعد ما دير؟ ما سمعوكش تولي تكسر، ومن بعد تولي تحرق، ومن بعد تولي تضرب، ومن بعد يضربوك، ومن بعد تقتلهم، ومن بعد واش راح دير؟ تروح رغم انفك تعاود ترجع للانتخابات. والانتخابات حنا رانا نحوسوا عليها نتاع هذوك نتاع، انا عندي منذ سنوات وانا نحكي في هذا الموضوع. انتخابات نتاع انت تروح تمشي مع واحد ضد واحد راها الان مضيعه تاع وقت. حنا لازمنا العمل الجماعي، هذه منذ سنوات وانا نردد فيها. هذ الناس اللي راهم دركم يمشيوا مع شخص ضد شخص اخر هما راهم يحطموا في البلاد، محتاجين العمل الجماعي لا اقصاء فيه، لا الانسان اللي عنده توجه اسلامي ولا الانسان اللي عنده توجه علماني ولا مانيش عارف انا الملحد ولا العلم اسمه الديمقراطي ولا الوطني ولا كذا. تلتقي الناس كلها على مائده الحوار من اجل مصلحه البلاد، نلتقيوا على خطوط عريضه، خطوط اللي ما فيهاش اسم، ونمشيو وحده وحده. في الاخير من اجل احاله الكلمه الى الاخوه الذين ينتظرون بشغف الكلام مع حضراتكم، هنا أنوه إلى نقطة حساسة جدا وهي التعامل مع المتصلين بك عندما يقولون أماكنهم. لا أريد التطرق كثيرا إلى لهجة الأمازيغية والعربية أو الشاوي، أو كلنا جزائريين وجزائرية تضم عدة طبقات فيها من بينها الأمازيغية والعربة، وهذه ومقوماتها والعلاقة التي تسير بها الجزائر عن الدول الأخرى. أريد أن نقول نحن جزائريون في أوروبا، في أمريكا، في الجزائر، شرق غرب وسط وجنوب. وشكرا جزيلا لك على هذه الندوة. شكرا جزيلا، ربي يبارك فيك. شكرا للأخ الكريم. نشوفوا ترى نمروا الإخوة الآخرين. شوفوا ترى هذا عبد الرحمن اللي يطلع لي لون نطلعه. أخ عبد الرحمن كرفة، عندك بلوكاج في الخط تاعك. شوفوا ترى
مرة كانت واحد الأخت قبيل ولكن ما لقيتهاش. اصبر شوف ترى، شوف ترى هذا زهير. أخي عز الدين راني معك يا صاحبي، قال لك نريد تغيير النظام، راني معك. أخ زهير مرحبا. أخ زهير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ زهير. مرحبا. تفضل الأخ تدخل زهير. قصير. العنوان تاع البث تاع الأستاذ حضرتك، نعم تفضل. اشكل عنوان مناسب؟ خاطر كي نشوفوا العنوان نقدروا نقيسوا ذكاء، نعم نقدروا نقيسوا ذكاء طيب. تاع وش رشيد. هو العنوان؟ لا انت العنوان، واش عملت العنوان تاع اللايف؟ وش هو العنوان؟ اه وش هو؟ اسكو سمعت المداخلة نتاعي من الأول؟ نو ما لحقش من الاول، بصح العنوان، اه العنوان خلاص. يكون عريض، العنوان يكون عريضا للبت. ايه اسمع، انا راني تحدثت بما فيه الكفاية على رشيد نكاس، وتحدثت على بوتفليقة بما فيه الكفاية في المداخلة نتاعي، والآن فتحت المجال للناس باش يتكلموا. انت راك جيت في الأخير، ربما ما سمعتش الكلام نتاعي، بالتالي راك حاب تحاسبني على العنوان. العنوان لا انا لا راني استاذ، تحدثت. لا عيب 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 الاستاذ، عيب الاستاذ. انا كيما نقولوا انسان جا سمع اللايف، حبيت نعرف كيما نقولوا احنا المغزى، النتيجه اللي نخرجوها من اللايف تاع حضراتك. تفضل. انت قلت يكون ملتقى، ملتقى جاء في وقت متاخر. انا قلت لك جا في هذا في وقت، والله لا، انا جا راني في نقول في الملتقى، انا راني نقول لك بلي الملتقى جا في وقت كيما نقول بدل الضائع. علاش؟ اوكي، كاين ما فيش قمع، مشكل. كاين قمع للحريات من قبل في 10 سنين او 20 سنة، صح ولا لا؟ نعم متفقين. لو كان كانت حرية أستاذ، أنت ما تكونش في فرنسا وتعيش كيما نقول احنا بدون وثائق، وكيما قلت أنت الحق قلت بلي راني أكثر من واحد حراك، صح ولا تفضل. لا؟ ها الناس اللي عندهم كيما نقولوا احنا اللي بقاو في البلاد، الناس اللي عندهم الشجاعة باش يتقدم في النضال السياسي ما بقاش أستاذ قليل. بالك هذا الحراك يوقد نفوس عندها القدرة. دروك انت نعم راك تشوف المجال السياسي، اسكو كاين انسان في المستوى اللي يقدر يكون رئيس؟ ما شفت حتى انسان، الأخ صح زهير، ولا خطأ؟ اسمح نعم لي اسمح أستاذ. لي على جال باش ما نضيعوش وقتنا خارج الموضوع. انت روح لي للحلول، واش تقترح انت؟ يا اعتبر باللي الكلام نتاعي انا هذا راهو غير مفيد وراهو خارج التغطية، فهمني انت، قنعني بالكلام نتاعك، انت جيب حلول اللي هي تلائم هذا الحراك الشعبي، ويلا تفضل نقنعوا بعضنا. الحلول كم قنعني، بلاك نعود انا نولي الحلول نعدل على الرأي نتاعي هذا. الحلول الحلول ممكن حل واحد، وش هو؟ نكملوا في الحراك السلبي، اها شو سلمي سلمي النتيجة؟ سلمي 100%. اها النتيجة ربما تكون انتخابات نزيهة ومفتوحة على رجال آخرين. شفت كيفاش؟ يوجد رجال، يوجد رجال لهم القدرة، لكن هناك قوانين في الدستور تمنع. ايه شفت كيفاش؟ انت هذا زعما راك تقول لي باللي زعما انا راني الفكره هذه اللي راني نقترح فيها، ولا اللي انا راني نتكلم عليها، فكره بدل الوقت الضائع، وانت راك راح تزيد تضيع وقت واحد اخر. الحل مبهم أستاذ، أنت على بالك وأنا على بالك، الحل مبهم. شوف الحل هناك مبهم، شوف دوامة، الحل مبهم، هناك دوامة أستاذ. ما كان حتى حل مبهم. تذكر شوف دوك، الى تحوس على جال باش نديرو، انا ما يهمنيش فيك انت شكون، فهمت؟ باش تكون في الصوره، تكون نعم. عسكري ولا تكون في الامن، لا لا والله ما شعبي، يهمنيش، شعبي عادي والله أستاذ، مواطن. شعبي معليش 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 شعبي معليش، شعبي إنسان عادي باش تكون في بسيط الصوره. كجميع الجزائريين. معليش الاخ زهير، شوف باش تكون في الصوره، احنا دوك اذا راك تحوس على جال باش يكون هناك حل نهائي وحل جذري للازمه الجزائريه، نعم أستاذ. حل، الحل هذا ما يجيش بدون حوار. يكذب عليك كذب، دوك انت اخرج للشارع. انا ما نقولكش بطل من الحراك نتاعك، ما نقولكش، راني نقول لك باللي هذا الحراك راهو في نهاية الامر،
اذا لم يؤطر، اذا كان ما وصلتش يصرى الناس وانه انحراف، يصرى تلتقي. انحراف، يصرى صح، انحراف وتجاوز، ايه يصرى انحراف وتجاوز. ايه هذا هو. ومن بعد انت لما انت تروح تدير انتخابات في ظل هذا الظروف اللي راها موجوده، انتخابات باش هي تنجح لازم تكون في اطار واسمه شفاف ونزيه، وتكون هناك حريه نتاع الترشح. وهذا نتاع القوانين هذه ما عليهش، هو انه يكون فيه مراجعه على القوانين، ولكن هذا باش يتم وفق حوار. وانا اللي راني نقول فيه هو انه انت دوك الناس معليش دير حراك، معليش دير حراك، ولكن هذا الحراك يكون مؤطر، يخرجوا ناس من كل ولايه، مجموعه نتاع ناس اللي عندهم مبادئ، عندهم قيم، عندهم اخلاق، وناس ثابتين، وناس يحوسوا على المصلحه نتاع البلاد على إن شاء الله مستوى يا رب. 48 ولايه، والناس اللي راهم في الخارج من بعد هما يلتقيوا في مؤتمر. المؤتمر هذاك تنشئ عليه من خلال النقاش اولا ارضيه مشتركه، ضمانات نتاع الانتخابات، ومن بعد تتشكل الحكومه نتاع وحده وطنيه اللي هي تسهر على انتخابات حره وفق مشروع. شي قال مثلا دوك مثلا انا يطلع لي واحد علماني ومن بعد يلا يعطي كتبي للجماعه اللي كانوا معاه، او واحد اسلامي ويعطي كتبي للجماعه اللي كانوا معاه. هذه النقطة الأستاذ اللي أنا قاعد نخمم نحوس فيها. انا في المؤتمر هذه هي هو أن الناس تتناقش حول مشروع مجتمع فيه الخطوط العريضه، برك خطوط العريضه، ما تناقش الناس في التفاصيل، خطوط عريضه. قال مثلا الوحده الوطنيه، قال مثلا الثوابت الوطنيه، قال مثلا طريقة نتاع الوصول الى الحكم، قال مثلا هكذا نقاط حريات، قال مثلا ثم هذا حل، هذا الحل حل على المدى الطويل. لا لا حل فالحل على في المدى المدة الطويل، هذه، حل على المدى الطويل هذاك بعد ما هو انه يوصل الرئيس وتتشكل الحكومة وتبدا المؤسسة تبنى فيما بعد، تبدا العمل يبدا من بعد. هذا الان مؤتمر يقدروا يديروه لو كان تكون فيه يعني إخلاص، هو أنه الآن هذا الحراك الشعبي يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، يضغط 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 من أجل تأجيل الانتخابات، ومن بعد المؤتمر يقدر يعقد في شهر جويلية مثلا، تحضر له الناس، إن شاء الله. فهمت، تحضر له الناس وتمشي الناس الانتخابات في نوفمبر مثلا، تقدر دير الناس الانتخابات في نوفمبر. لكن إن شاء الله. هو انه تخلي هذه المجموعه اللي راهم في النظام، والله الناس هذو اللي راهم يتربصوا، فيما بعد قادرين يطلعوا ناس اخرين ينحيوا هذه الجماعه نتاع بوتفليقه ويوصلوا هما سواء بانقلاب والله بانتفاضه والله بثوره مسلحه، ولكن تاكد باللي التغيير فيما بعد 40 50 سنه ما نزيدوش نعاودوا نهضروا عليه. صح، احنا نحوسوا على جال باش ما تضيعش الفرصه بعدا. هي صحيح الناس اللي راهم في إنسان. السلطة ولا الناس اللي راهم في المعارضة، الناس تنظر للمصلحة نتاع البلاد ومصلحة صح الأجيال اللي راح تجي من بعدنا. فهمت، هذه إن هي شاء الله يا ربي. وإحنا تاني سقمور، وإحنا مع نفوسنا مع ربنا سبحانه وتعالى، قال إن لك شاء كما الله تكونوا يولى عليكم. بارك إن الله شاء فيك الله. أستاذ، ليلة ربي سعيدة. يحفظك. خلي الخط منين راك يسال تكلم في فينا آخر الأخ الأخير. زهير؟ منين؟ جزء العاصمة. آه مرحبا بك الأخ زهير، المهم مرحبا بك في السلام كل عليكم. وقت. شكرا أستاذ، السلام عليكم. شكرا شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله. اصبر شوف ترى، شوف ترى الأخت هذه سومية كانت قبيل تتصل. يا سيدي مرحبا بك الأخت سومية. هي خيحة عليا. معذرة، راهو دار فيا البرد، دار فيا ريو. راني طلعتك الأخت اللي ترمزي الاسم نتاعك بسومية. يا ودي لا قدر. مرحبا بك سلام الرحمة أستاذ، بيك وعليكم أستاذ. السلام، مرحبا بك. أستاذ على رشيد نكاز، أنه أنا صح معك أنه رشيد نكاز هو فعلا أنه مهرج، الخاطر قال دستور قانوني ما راحش يتوفر فيه، ما راحش المواد الدستورية، وهو صافي دخل طريقة غش وتدليس.
بصح استاذ النورمالمون القانوني تبقوا على حتى على بوتفليقة. معك معك، لا مانيش مانيش ضدك. انا لما نتكلم على النكاز هذا لا يعني من انه النظام راه الحق النظام. انا راني قلت النظام لازم يروح، انا ما نبقاش نناقش في التفاصيل هذه والله في الجزئيات. قال لك مثلا هذا، وحتى بوتفليقه حتى ثاني هو ما عندوش الحق باش يترشح، او قالوا علاش هذيك الماده نتاع الدستور، لانها علاش صافي مال هذا النظام راهو يكيل بمكيالين. ان هذيك الجزئيات ما نهضرش عليها، انا رايح مباشره نحوس على تغيير حقيقي يروح النظام وهذا الناس اللي راهم يحوسوا. هذا بالنسبه لي انا رشيد نكاز، راهو هو يطيل في عمر النظام، فهمتي؟ لو كان نقولوا مثلا في 2014 الناس راها هي التقات حول هذه الفكره هذه نتاع عقد مؤتمر لانه يكون عمل جماعي، لو كان بوتفليقه راه ما قعدش هذو 5 سنين واحد اخرى. هو نكاز وغيره من الناس اللي راحوا شاركوا في الانتخابات التشريعيه اطالوا العمر تاع النظام 5 سنين، وذرك في الوقت هذا وين انه الناس راها عوض. هو لو كان جا عنده النيف، فهمتي، هو واللي معاه كان جا عنده النيف وفعلا يحوس على المصلحه نتاع البلاد، لو كان سحبه هو استاذ لو كان كما راك تقول عنده ها هو دوك استاذ هو لو كان هو واسمه هذاك المقري، لو كان نسحبه نسحبه علاش هو يزيد يروح يدير تبهديله ليه هو في شخصه؟ استاذ انا معاك هو ما عندوش كادو النظام. استاذ هو معاك حق انه ما عندوش لو دروا، ما عندوش الحق انه يدخل بالطريقه هذه، هذه طريقه تدليسيه، كيحب يجي يدخل طريقة عادية. هو ترشح بطريقة، حب غش هذه الطريقة، ما هي طريقة شرعية. مرة أخرى لو كان هو يولي رئيس كيفاش راح يمشي بطريقة النظام اللي فات؟ كما هو راح يمشي بطريقة ولد عمه صافي سعيد بوتفليقة راح يمشي من وراء الستار. خلاص انا الحاجه اللي حيرتني إيه؟ انه الشعب راهو متاثر بيه نفس الشيء داروا مقرر الايت العربي، نفس الشيء مقرر الايت العربي نتا يروح هو بالوكاله يحط الملف نتاعو اي يقول لك علاش بوركو با السعيد بوتفليقه يبعث هو واحد على جال باش يرشح خوه. هذا هو خوه راهو في البوفوار، راهو عنده هو، مخلي ليهم يسبوا، مخلي عليهم يعيطوا، مخلي عليهم كذا لانه راهم يخدموا فيه، فهمتي؟ لانه راهم يخدموا فيه. احنا انا ممنوعين من وسائل الاعلام، هما هي مفتحت لهم لانه عارفين الناس باللي راهو يتبهلل، عارفين الناس باللي الكلام تاعو ما عنده حتى معنى، طالقينو. اصلا هذيك الطريقه اللي دخل بها ماهيش طريقه الرئيس، لازم يكون انسان جدي، انسان ماهوش طريق، ماهوش انسان يصلح انه يكون رئيس. رئيس ما يروحش يطلع على الشرفه وينزل الالفاظ نتاعو، ما هو ما عندوش هيبه، ما عندوش شخصيه رئيس. ايه واش تحبي ديري؟ هما دوك هاد الناس راهم يخدموا في النظام ودارين رواحهم بالعمل. استاذ عندي استفسار. نعم تفضلي. استاذ انا كنت انا تبعت فيديوهات ليك في اليوتيوب ولقيت هدرت بزاف ليك منطقيه. انت كنت هدرت على انت هدرت من قبل على جماعه الناس اللي دخلت للحبس وهي تخدم مع مجموعه في النظام. نعم. انت كنت هدرت على انسان منهم هو الان هو راه خرج ضدهم، انا مش حابه نذكر الاسماء. نعم. هو حاليا راهو يهاجم كيما مثلا كيما هما جماعه مواطنه اللي راهم هما فعلا مع مجموعه في النظام. منهم الناس اللي جماعه الدياراس جماعه تاع المخابرات استاذ نعم يخدموا جماعة المونا هم ظهرت هم ضخموهم وحاليا راهم يخدموا بهم. مي انا ما فهمتش انسان اللي راه دركا عايش في الخارج وهو اللي عنده شخصيه وشعبيه انت قلت عليه راهو معاهم. مي انا انا شكيت صح كي تبعت. مي حاليا شوفي تاكدي اعتقد انه ماهوش معاهم. شوفي الاخت الكريمه تأكدي باللي كي نقول واحد باللي راهو من جماعتهم
ما رانيش نهضر برك هكذاك، راني في فرنسا وكل كلمة تقدر تتحاسب عليها، قادرين يرفعوا بك دعوة قضائية، واحد يرفع بك دعوة قضائية يدخلك الحبس، والله تعيش انت تدفع في مبالغ مالية. لما نتحدث راه عندي أدلة، عندي أدلة، عندي تسجيلات صوتية، ما مش مضطر أنا باش ننشرها، أستاذ أنا عندي شفت معلومات. منحك وكاين كاينين الناس اللي هما دوك انا اتصلوا بيا مثلا في حزب جيل جديد، هذاك باش ما ندورش كوش دروات، كاين واحد انا اتصل بيا وحتى التقيت به يخدم معاهم، ضابط في الجيش، كلمت معاه قال لي ها وفلان 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 وفلان، وعندي التسجيل، ماشي قال هكذاك برك هكذاك، كي نتكلم عندي أدلة نهضر بها مش غير هكذاك، فهمتي؟ جماعة يخدموا بهم، كاين صحفيين يخدموا معاهم، صحفيين راهم في الخارج يخدموا معاهم، راهم يسربوا لهم في معلومات على جال باش هما، وما الهدف نتاعهم ماشي هو، كاين مرات هما انه يسربوا لهم معلومات من اجل على جال باش هما، هل الجماعة اللي راهم في السلطة باش هما يحكموهم، تسمى شغل نوع من الابتزاز، كما داروا مثلا مؤخرا السلال، نوع من انواع الابتزاز، قال تتحرك ولا نديرك. بصحوس هو واش دار الجماعه اللي راهم تحبس في السلطه؟ واش داروا؟ نحاو سلال وقال طبل على رايحين الوسمو زيد، فهمتي؟ رد الفعل نتاعهم كان أستاذ هكا. نعم أستاذ عندي اعتراض، الأستاذ العربي زيتوت ما فهمت أنا، هو دخل في اللعبة معهم أما مرات رغم أنه مرات عندي دخل معه، مرات دخل في اللعبة نتاعهم، قادر يكون عن حسن نية، قادر يكون عن حسن نية، ولكن مرات طايح في البياج نتاعهم، فهمتي؟ مرات طايح في صح البياج نتاعهم، هو أستاذ في نورمالمون اعتقاده، كيما الإيه نو هو في اعتقاده باللي دوك انت كاين ناس راهم داروا تجمع، انت ما لازمش انت تقول كلام هكذا، خليه يدخل معاهم، وحاول هو انك انت تدير علاقات معاهم وكذا وتخدم معاهم، ولكن هو يخدم معاهم، يخدم فيهم. تا دركا انا دركا عندي معلومات قال باللي هذه ملفات نتاع ابتزاز وراءها الجهاز تاع المخابرات، لما تصير انت هما يبعثوا لك واحد راهو يخدم بيك وانت راك حاطه معارض، أستاذ عندك حق، أنا شفت قضية محمد تمال تربي يرحمه كيفاش خدموا به، من بعدها عطاوه ضمانات ودخلوه للجزائر وقتلوه، داروا عليه، محمد تمال وحتى تاني المنحة نهار اللي اللي هضرتي عليه، كي هضرت على محمد تمال تاني واش قالوا الناس، حتى مبندروه ومن بعد بدات تظهر هذه المعلومات، نهار اللي هضرت عليها انا كانوا في الناس هذاك واحد ما يعرفش شنو، على اخر ذاك هذاك اللي مسمينه انور مالك هذاك نفس الشيء، نهار اللي هضرت عليها انا نفس الشيء، نهار هضرت على النكاز نفس الشيء، انا مش غير نهضر برك، نهضر شوفي عندي هكذا من حاجه من عند ربي، كي نشوف واحد نشوفه نسمع الهضره نتاعو نعرف نقول لنا السيد هذا فيه علامات استفهام، نديرو تحت عينيه ونخلي عليه، خلي عليه، نمشي بنيه حسنه نحسن الظن بالناس، ولكن مانيش غبي، راني قاعد نشوف نتبع 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 نتبع، طف نعطيه، كي نخير له الوقت اللي هو يبدا يوسمه نعطيه بضربه، من بعد الناس تتفاجأ كيفاش هذا منا طلع منا هبط طلع 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 يهبط، فهمتي؟ كيما الصياد هذاك، الصياد انت راهو قاعد هاو هز الوسمو هذيك نتاعو يلاه تخرج الحجله في الوقت الفلاني يعطيها، تضرب في الموستيك راه ضرب، الله يقعد الله يسهل عليك، انا ما تهمنيش هذيك نتاع التعليقات وهم يشوفوا فيا بزاف الناس وراني هضرت في القنوات، وانا هذيك ما تعني لي والو، الشيء اللي يعني لي انا هو انه نعمل للمصلحه نتاع البلاد، ما نظلمش الناس، وفي نفس الوقت كيس فرقين الحياة. أستاذ ورك الناس اللي راهي درك تسب على جل النكاز، أستاذ حب التوضيح برك، أنا في الأول كي تبعتك في الأول صراحة شكيت، بصح أنا ما حبيت نحكم عليك حتى رحت تبعت لايفات فيديوهات ليك في اليوتيوب وحوي وبقيت نتبع وناس كيما هذو اللي كنت نحكي عليهم، شافوا يقول شافوا، بعدها لقيت صبر الأستاذ صبر اسمح لي نعطيك لقيت كلمة، باللي نعطيك كلمة برك باش نجاوب بعض الناس، برك نعطيك كلمة، شوف هذا الناس اللي راهم يسبوا
وكاين الناس اللي راهم هما يديروا في تعليقات وحتى انه يتهموا فيا باللي انت كاشير وانت هادو هما في نفوسهم هادو جماعه الدياراس هم نفوسهم عندهم دي زيكيب يخدموا بهم يخدموا صباح وعشيه يخرجوا يعلقوا كانوا في وقت من الاوقات كانت عندهم مثلا القنوات الفضائيه والصحف كانوا متحكمين في توجيه الراي العام الان من خلال هذه المواقع نتاع التفاعل ومن خلال هذا البث المباشر صعبت لهم الحياه واش ولاو يديروا مخصصين الناس يعلقوا في نفس التعليق حتى باش هما الناس اللي راهم يتبعوا خاطر كاين الناس اللي ممشي على القرام غير يتبعوا برك ويشوفوا من بعد هو لما يشوف هذيك التعليقات راها نفس الكلام نفس الكلام يهز هو النظره هذيك يحوسوا يصنعوا الراي من خلال ترديد نفس الكلام عندهم مجموعه يتعدوا 500 يتعدوا 1000 يتعدوا 2000 يتعدوا ممكن عندهم حتى 10000 ومقسومين مقسومين شوفوا لايف قال مثلا يكون فيه كلام هكذا خطير ولا يدخلوا ما على باليش بهم انا والله ما على بالي بهم انني نتكلم استاذ انا كنت نشوف تعليقات كاين بروبوتات استاذ نعم ومع الوقت راح يعرفوا باللي كلامك هو صح لا عرفوا معاه وكيما هذا اللي راه قال شوفي نعطيك مثال برك هذا اللي هو طلع هذا اللي هو كتب قال نتحداك طلعني هذا واحد من توهم فهمت هذا واحد من توهم ها ندير له انا بلوك راح هذا واش خسر عليه دير له كيما الناموس هذيك نرشو ونعقب نعرفهم غير من خلال التعليقات تاعهم برك نعرفهم استاذ ربي يبارك فيك نخليو الناس تطلع وشكرا شكرا للاخت الكريمه نعرفهم ما محد تراهم موجودين في القائمه نعرفهم من خلال الوسم نتاعهم كاين الناس اللي مساكن الله غالب عليهم يمشيوا هكذاك بنيتهم الله ذيك شوفوا ترى هذا الاخ مهدي السلام عليكم استاذ وعليكم السلام مرحبا بك الاخ مهدي اسمح لي راني في الظلمه الدراري راقدين قدام ما حبيتش نشعلو ما عنديش مشكله انا ذكرني برك منين راك تكلم فينا الاخ مهدي أنا نكلمك من بوهارون ولاية بازا مرحبا بك الأخ مهدي الله يسلمك أستاذ مصباح أنتم ما تكون تحكوا أنا عندي بركة عفسة هكا حبيت نطلق عليها ما فيش مشكلة وهو الإقصاء في الجزائر عندنا بروبلام تاع إقصاء ما. إقصاء لأي عفسة عندها علاقة بالجزائر حنا نقصوها الشاوي يقول لك القبيلي ماشي مليح والقبيلي يقول لك الوهراني ماشي مليح والوهراني واللي الشاوي ماشي مليح وانا وانت وواحد اخر وواحد اخر وواحد اخر كيما انت دوك راك في فرنسا راك عايش واسمح لي استاذ ماش ندخل في حياتك الشخصيه حنا دوك الدستور الجزائري راهو يقصي فيك راهو يقصيك راهو يقول بلي كل واحد عايش برا الجزائر في مده 10 سنين ما عندوش الدلوه يكون مترشح للرئاسيات هذا امر هذا راني معنا وياك فيه داكور علاش يا استاذ انا بالنسبه لي انا اي واحد عنده هويه جزائريه ويكون مزوج ببوذيه بانجليزيه بنغلاديشيه انا ما يهمنيش انا يهمني هو شخصه جزائري انا مانيش مع نكاز ومانيش مع غاني مهدي انا كونتر البوفوار تاع الجزائر انا كونتر البوفوار هذا حتى نراني حتى نراني ضد النظام انا لا اعتقد مانيش نقول لك انت راك مع لا الكاشير اعتقد لا من لا انها اقصاء الاخ وسمو الاخ مهدي لا اعتقد من انه هذه المساله تدخل في اطار تاع الاقصاء تدخل في الاقصاء يا استاذ لا 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 نقول باللي احنا كاع بلد واحد يلمنا تكون في لارمي واحد يلمنا اسمح لي تكون انت دوك مثلا غدوه في لارمي تكون في لارمي قال مثلا احنا الناس اللي يدخلوا لارمي انا فهمت يدخلوا لارمي كاينه مواصفات مواصفات ولا في التعليم كاينه مواصفات في الطب كاينه مواصفات قال مثلا في باش تدخل انت للجيش لازم يكون لا مويان تاعك مثلا ما على باليش 12 ولا 13 لازمك تكون ماكش من عائله عندها علاقه بالاداء الثوره كذا 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 كاين فيه شروط هذا راه منصب اعلى منصب تسمى اعلى منصب على بالك هو الرئيس ما كاينش حاجه فوقه صح
بالتالي ماشي في انت الجزائر، هذا الشيء المواصفة مخشى للجزائر. من شوف انا كي راني نهضرك ماشي نهضرك عن النظام، يا النظام هذا يروح لابوبيل، كما ماشي قلت نهضرك عن بالنسبة النظام. للتاريخ ايه أنا راني معك. نهضر لك على المنصب، المنصب تاع الرئاسة هذا راه اعلى منصب، بالتالي هذا اسمه المنصب تاع الرئيس المفترض هو انه هكذا، انا هكذا اعتقادي هذا ويقين عندي، المفترض هو انه لازم يشاركوا فيه ناس اخصائيين في القانون، اخصائيين في العلوم النفسية، اخصائيين في الدعوة، اخصائيين في التاريخ، اخصائيين في كذا، يا ويناقشوا هذا أستاذ، الموضوع باش يديروا مواصفات للرئيس، باش في حالة يا ما أستاذ الناس تروح تترشح. أنا عندي تناقض في راسي يا أستاذ، ماذا نعم بك؟ يمكن تعطيني معلومة. أنا في نعم راسي وكاين تناقض. نعم أنا كما قال لك هذاك السيد مقبلة اللي كان حط اسمه العربي بن مهيدي، أنا نقول له حولوه رجعوه بوتفليقة، مع كل احتراماتي ليه وكاع الجزائريين، ما رأيي ورأيي نعم ما ينطبقوش كاع. والاخت اللي كانت تحكي قالت نكاز دخل باحتيال، انا مانيش مع نكاز، مش حتى نقود، لو في راسي حبلو حب واحد يجاوبني عليه. ها تفضل. انفضل سين هذا رشيد نكاز تخلى عن الجنسيه الفرنسيه في 2013، هكذا نهضروا ايطاب بار ايطاب، نروحوا درجه درجه ونخلي الكلمه لخاوتي اللي مسنا. اوكي تخلى عن الجنسيه الفرنسيه في 2013 وهي جنسيه مكتسبه، ماشي هو دوموندها كما قال، ما اوكي عليناش ما يهمناش. هذه الاولى. 2014 قبلوا له الدوسي تاعو وسرقوا له الاستمارات وخبوها. اسمعني مليح استاذ باش ما نكونش تناقض. اصبرني، راه كاين زوج 2013 حوايج، اصبرني باش من ما تزيدش عليا من بعد ثلاثه ولا اربعه ومن بعد يروحوا، نبداو نناقشوا زوج لا حوايج. لا 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 كلش، انا كل السؤال واحد، كل السؤال معليش واحد. انت هاك ديجا حطيت زوج حوايج باش نجاوبك عليهم، لازم نقعد ربع ساعه هاك حطيت راني زوج نسمع حوايج. فيك، معليش اصبر نعطي كلمه وجاوبني وفري ميوزر غير بالعقل. راك اسمع لي، ذكرني، باش نخلي كلمة لواحد آخر قال. هضرت لي على الجنسيه وهضرت لي على التوقيعات، أنا هذو معك. لازمني نجاوبك عليهم، ومن بعد واش هي الحاجه الاخرى، أتفضل. أتفضل. واش هي والحاجة الحاجه الأخرى الاخرى. نوصلوا ل 2000، نوصلوا ل 2019، نوصلوا ل 2019 وما احتالوا عليه في 2014 بالطريقة زادوا ولا احتالوا عليه بخطأ في اللي يهم، ما 2019. يهمناش. زادوا افتروا عليه في 2019، وأنا نضمن، أنا نضمن باللي هو هذا الإنسان رشيد نكاز يا هو قرا منهم وما كيفاش؟ حبش يطيح في نفس الفخ، قرا قراوه سرقوه عيني عينك في 2014 والشعب قاع يشوف. يا اخي شفناها كامل، نكذبوا على روحتينا. انا ماني خوك، اوكي مانيش معاه، مع كل احترامات اصبر اصبر، مانيش شوف معاه، انا نبداو تناقض في بالحاجه. راسي حبيت نفهم. معليش معليش مش يعني مشكل، معك شوف اسمع، عندك انا مطلق الوقت باش تعرف باللي راني نحكي معاك بالعقل، وكي نتكلم معاك نقول لك خدم راسك، خدم عقلك، العاطفه لا نتاعك لا لا خير كرازيها، منسي، فهمت؟ لا لا عاطفه، كرازيتها. انا مصباح قلت لك نخدم في مخي ما صبت حل. ايوه خدم العاطفه نتاعك كرازيها، خدم عقلك. اولا السؤال هاي الاول اخوك تاع 2013، رشيد نكاز راهو انسحب على الجنسيه نتاعو، تنازل على الجنسيه نتاعو، وراهو جا هو باش يخدم الجزائر. اوكي ما قلت جاي يخدم الجزائر، انا ما نأمنش بالمنطلق هذا، خلينا لخاطش انا ساعد، ملي زدت، راهو ملي زدت ما تنازل شفت على واحد خدم الجنسيه، الجزائر. تنازل على الجنسيه. هاي اوكي اوكي دوك هذا نكاز، دوك لو كان نقولوا مثلا تنازل عليها في 2004 وراهو جا هو ترشح في 2014، قال اها منطقيا، قال وراه هو قدم خدمة للمجتمع الجزائري، وهذا راه دليل قاطع باللي هذا رشيد نكاز راه كذا، بالتالي هو راه جا ترشح نورمال. هو غني كان معك. مترشح في فرنسا وتحرقت الأوراق نتاعو في فرنسا نهائيا، تحرقت لا على مستوى البلدية ولا الطموح نتاعو، هذاك اللي راهو كان هو حب يستعمله على جال باش يدير دي زافير، والله الطموح نتاعو تحرق ودخل في تناقضات مع السلطات الفرنسية ووصل إلى درجة تاع السجن، بالتالي خلاص هو كان يلعب على البلد الوتر، الوحيد هذا الجزائر. كان يلعب على الوتر نتاع الإسلاميين على جال باش هما يضخوا له الأموال في الكونت نتاعو، لأنه هو ما هو لا مليونير ولا ميزانون،
ديروا لو كونت في تاع اسوسياسيون متغطي بها مش حتى نتاعو، كاين واحد قوري معاه، دايرين اسوسياسيون وينسقوا عائله كاثوليكيه مسيحيين وينسقوا مع بعضهم على جال باش هما عندهم السلطات الفرنسيه عندهم ناس في الجزائر تاع جمعيات، ناس في الوزارات، ناس يخدموا معهم وما من بينهم، فهمت؟ هاني معك. درك هما راهم يشوفوا يدرسوا في النفسيه نتاع المجتمع الجزائري. اولا عندهم تقريرات اللي راه تجيهم من خلال مراصد مختلفه، بالاضافه الى الان راهو الفيسبوك واليوتيوب صار سبيطار مفتوح، نقولها بكل مراره وبكل اسف، اوكي صار سبيطار مفتوح راه موجود. درك هما الان من خلال هذه المواقع التفاعليه راهم يرصدوا هما في التعليقات، يرصدوا في التحركات نتاع الناس، وشايفين المجتمع الجزائري ابري وين راهو. مش من صالحهم على جال باش هما يديروا كما داروا في ليبيا، والله يديروا كما داروا في سوريا، لانه الجزائر اذا انفجر تنفجر معها فرنسا. بالتالي لابد هو ان يختاروا طريقه واحده اخرى. درك هو باش هو يلعب على الوتر هذا نتاع الوطنيه، خاطر على بالهم باللي الجزائريين عندهم حساسيه كبيره من هذه النقطه هذه نتاع فرنسا وتاع كذا. جاوهم عن طريق رشيد نكاز طيش الجنسيه، طيش الجنسيه ودخل، راهو صار طيش فرنسا هذه، عطاها بكتبي فرنسا ومرمدها. لكن عند الناس المغفلين، لانه هما بالنسبه لهم هذيك وثيقه، سيد راهو عايش في فرنسا، كان دوك نقولوا مثلا راهو عايش في الجزائر وراها مرته راها في الجزائر وراها بنو في الجزائر وراهو يفلح في الجزائر، قال والله السيد هذا نديروا له الشابو، هو عايش في فرنسا، عايش في فرنسا، يهبط يبونتي ويطلع، يهبط يبونتي ويطلع، يهبط يبونتي ويطلع. بالتالي هذه القضيه هذه نتاع الجنسيه هذه القانون يفرضها، لازم تكون عندك جنسيه جزائريه، لازم تكون عندك جنسيه اصليه، قانون يفرضها. بالتالي درك هو ما يقدرش يترشح بدون هو انه يتنازل على الجنسيه. استاذ اسمح لي كلمه دقيقه برك واحده. الشعب الجزائري، وانا واحد من الشعب الجزائري، وقلت لك انا ساكن في الجزائر، عندي جنسيه جزائريه فقط، وعندي في عمري 39 سنه. نعم. يا اخي ربي يطول لك في عمرك. الشاب الجزائري تخمامه كيفاش داير؟ الشاب الجزائري تجيب له حط له بانغوان، جيبه من القطب الجنوبي بانغوان، حطه في بلاص كونتر بوتفليقه، الشعب الجزائري فوتي على بانغوان. يعني معاك واش راني نقول لك؟ السوسيال ماشي بوتفليقه. وانا واش راني نقول لك؟ راني نقول لك هما جاوهم من هذا الباب، جاوهم من هذا الباب، بداو هما ينفخوا فيه في وسائل الاعلام، وانتو ناس تو في الجزائر طاحوا لهم في البياج هذا، ناس طاحوا لهم في البياج، ومن بعد هو مشى. القضيه درك هو لما ترشح نتاع لما التوقيعات، راهم كانوا ناس اللي كانوا معاه نعرفهم وحدثوني، فهمت؟ حدثوني وكلموني باكو الاستاذ، تكلموني، كانوا يخدموا معاه في تلمسان، في وهران، في عنابه، في عدد من المناطق، بالاضافه للناس اللي موجودين في باريس معاه، كانوا معاه ويحتوني، اتصلوا بيا وقولوا لي بارك الله فيك، والله راه كانت بعض الامور ما كناش فاهمينها وكذا وكذا وكذا، واتصلوا بيا. المعلومات اللي عندي هو انه ما لمش التوقيعات، توقيعات ما لمش العدد نتاع 60,000، وبالتالي هو لما ما لمش العدد نتاع 60,000 لازم له مسرحيه، باسكو هذا الشخص هو انسان محتال يستعمل في الاحتيال من اجل على جال باش يتلاعب على اسمه العواطف نتاع الناس، ويحوس هو انه يلقى قضيه اللي هي تنوض الشعب، فهمت؟ يستعمل في قضيه باش تنوض، ينوض بها الشعب، شغل دينامو، فهمت؟ فتيل، يحوس على فتيل اللي ينوض به الشعب. كل مره هي تتكلم هو يجي خرخز، يجي يخلط، يجي هكذا على جال باش يحوس يلقى فتيل اللي ينوض به الشعب. ما لمش التوقيعات، كيما لمش التوقيعات، شوف قال باللي نترشح في البلديات، علاش ما ترشحش؟
ماشي لوبجيكتيف تاعو. علاه ما ترشحش في البلديات؟ لماذا؟ سي با سون اوبجيكتيف، ماشي هذاك هو لوبجيكتيف تاعو. نو باسكو ما تجيب له والو، سي با سون اوبجيكتيف باسكو ما تجيب له والو، سي با سون اوبجيكتيف. راح يترشح لبرا في الخارج باش يستعمل لي ميديا، فهمت؟ عاود رجع استاذ، عاود رجع باش يعاود يستعمل لي ميديا هذوك، يستعملهم واستعملهم استعملهم حكموه كونسوه كونسوه في الفلوسمو، وما حتى هما فاهمين بعض الالاعب تاعو الجهاز تاع المخابرات ما يلعبش عليه. دونك هما قالوا له دوك شوف، قالوا له دوك حنا باش نلقاو لك طريقه هذيك يا سي، شوف كيفاش دير الجماعه نتاع لا فامي نتاعك والله ونعقبوها، وعطاو له الدماغ. فهمت؟ بعد لقى روحه هو دخل في الحيط. واش يولي يدير استاذ؟ جات الفرصه درك هذه نتاع الانتخابات الرئاسيه، بطبيعه الحال شباب كيما كنت تحكي، الناس كرهه بوتفليقه، كرهت ليماج تاعو، كرهت الكادر تاعو، كرهت خلاص كرهت النظام، تحوس على وجوه جديده. طايح لهم هو بالابتسامه هذيك والكوستيما والحاله والحطه، قال والله الناس يعرف يهضر يا خويا ويمشوا له، وما تاع راه يعاون في المسلمين وهذا كذا وهذا كذا ومليونير ومنا ومنا، حتى الحق الوزمو الحق المجلس الدستوري. كي الحق المجلس الدستوري على باله هو منذ البدايه باللي ما راهوش راهي باللي مش حين يقبلوه. واش هو في بالهم هو والجماعه نتاعو؟ ودارها خوت سجلها او مسجلها ومشهور على الصفحه، قادر تشوفه تسجيل دارو خوه يتكلم ويقول باللي راهم داروا هذا، واسمه هذا الاسم نتاعو رشيد نكاز بيس. فهمت؟ هذا الانسان هذا اللي يفكر، هذا انسان عنده عقل، هذا انسان يحوس على المصلحه نتاع البلاد. هذا الانسان اللي في 2019 والشعب برا، شعب راهو برا يعيط وراهو يصرخ باللي خلاص النظام كفى كفى. لو كان جا راهو واسمه قال ايها الشعب انا راني في الخدمه نتاعك، ايها الشعب انا خلاص، قبل 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 ما تلحق المجلس الدستوري قال انا ننسحب. فهمت؟ قال انا ننسحب يخرج ولي سي لا بلاصه كي هذه. هذه كثر من تبهدله تاع بوتفليقه، كثر من تبهدله بوتفليقه هذه. شوف نقول لك اللي ما فاقش مع اللي ما فاقش مع الضربه هذه نتاع النكاز، هذا الراس نتاعو مضروب، مانيش عارف باش مضروب بالغاز، هذا ما عادش يفطر. اللي ما فاقش في هذه الضربه نتاع رشيد نكاز ما عادش يفيق. والله غير تسمح لي يا استاذ، معليش. نبقاو حنا في الجزائر كل خطره هكا، الفيس جا ما يصلحش بلا ما نسيوه، بنفليس جا ما يصلحش بلا ما نسيوه، نكاز جا ما يصلحش بلا ما نسيوه، اكس زي دي جي ما يصلحش بلا ما نسيوه. يا استاذ الرهج، الرهج اللي ياكلوه ويشربوه يقتل، لازم تذوقه باش تعرف اسكي يقتل ولا ما يقتلش، لازم تسييه استاذ. هذه هي الثقافه، انا هذه واش حبيت نوصل لك معلومه بصح، لازم نسيو الرهج الى يقتل احنا نحوه. لا لا يا اخي، هذه هي، لازم تكون عندنا دوله مدنيه. لا نعرف الرهج، لا لا كاين رهج اللي يقتل حاسك. اسمح لي ديزول، كاين رهج اللي مديور حاسك للفيران، وكاين اللي مديور حاسك للعباد، وكل واحد من مديور. انا لا اعرف الرهج، نعرفه فهمت انا. هذا بالنسبه لي يا استاذ، اسمح لي. لا 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 ما تخلطش. لا لا بالنسبه لك رايك يعني. انا ما نواسيكش يا الاخ الكريم، ما تخلطش الامور، ما تكومباري ليش كما يقولوا القور الكومبارابل. رشيد نكاز ما تقارنش الدب بليس يا استاذ، مش اون فابوا سون سورتير، احنا نحوسوا حل. اسمح لي نكمل لك هذه برك وتكمل لك. شوف رشيد نكاز ما تقارنونيش انت بنفليس، ولا تقارنوني للفيس. تاع الفيس اختلفنا او اتفقنا، ناس عندهم منهج وناس عندهم برنامج اللي راهم معتقدينه، هما ناس عندهم مرشحين وكاينين ناس اللي كابابل. المشكله في الفيس هو انه كاينين ناس اللي هما للاسف الشديد اخترقوا الجبهه الاسلاميه، اخترقوها، كانوا ناس اللي كانوا هما لا يؤمنون بالديمقراطيه ولا يؤمنون بحريه هذه الحريات هذه اللي موجوده، وهذوك الناس اللي هما قادوا الفيس، قادوه الملوت احمد عقبه. فهمت؟ كانوا ناس اللي كانت عندهم علاقات مع افغانستان ومع ذيك، وكانوا عندهم النهج الجهادي هذاك، ودوا البلاد دوا المحرقه. هذه حقائق، هذه فهمت؟
عشت انا المرحله نتاع التسعينات ونعرف الفيس نعرفه كما ينبغي، فهمت؟ ما يجيش واحد عندي فام يحكي اللي 39 سنه، انا حضرت نعرفه كامل نعرف وشفت الفيس نعرف البلديات ونعرف الانتخابات التشريعيه والبلديه وحضرت للاضراب من البدايه للنهايه نتاعو ونعرف الفيس كما ينبغي. تقارن لي درك انت يا وشيخ وسمو، باش نكمل. تقارن لي درك انت نكاز بهذا بن فليس، ما كانش بن فليس لا راه لا ما ولد قارنتش، ما الجزائر، قارنتش. قرات في الجزائر. بن فليس مهما كان الامر، مهما كان الامر، لكن لما تشوف انت المستوى نتاعو السياسي كيفاش راهو يتكلم، ها هو دار قرار بناء على المعطيات اللي راها موجوده، قالها واتخذ قرار، ها هو، فهمت؟ انسان سياسي أستاذ أنا قالها ما والقرار قارنتش. سيد. قارن لي انت سيد في الوقت اللي انت الشعب خرج، راهو درك هو يندد وراهو يحوس على مخرج، يخرج لك هو يروح يجيب لك ولد عمه عقبه ثم تبهديل قدام 1000 قناة فضائية، قسما بالله لو كان يلقى رجال قسما بالله ندير له درس، ياخذ والله درس اني اللي معك في في حياته الوقت، ما ياخذوش. خلينا يرحم والله باباك اني معك الزاد، استاذ، هذاك يزيد يقرا له يقرا له. والله يا استاذ عندي هذا الامر. زيد نعطي لك انا معلومه صغيره، ماشي معلومه، نعطيك وجهه نظري في امر مصبحت تقوله. قلت باللي نديروا وفاء وطني ونجيبوا 4 عباد من باتنا، و4 من وهران، و4 من الجزائر، نعم و4 من كذا وكذا وكذا، ونتقابلوا كاع ونصيبوا حل ونخرجوا بعقليه ونخرجوا بطريقه سلميه، وتكون كاع كما نقولوا احنا 43 مليون جزائري مأطرين ويمشوا بطريقه نعم كما نقولوا احنا، ماشي بطريقه عفويه كما راهم دوكا، نعم يمشوا كاع بنظام. راني معك، كاين عفسه، روح انت لاي ولايه قول لهم اخرجوا لنا شجعانكم 4، يا وكاع شجعان يا وما كاش 4، كاع لا يقول لك يهم، انا استاذ، كاع بس يقول لك انا، انت ما تقدرش معليش تدي كاع الولايات تدير بهم وفاق وطني، لا امبوسيبل، ما شوف تكزيستيش. نقول لك، هذه ربما تروح انت تشوف تحكيها مع واحد اللي ما يفهمش السياسة، نعرفوا احنا هذه الأمور. شوف نقول لك، الإنسان اللي راهو درك هذا من النوع نتاع الزعامة هذاك تلقاه هو ما يناضلش، لا يؤمن بالنضال، والتغيير هذا بدون نضال ما يحصلش. هذوك اللي تلقاهم يحوسوا على هذه الامور، هذوك يناضلوا في المناسبات، برك يجي نهار برك وبالسلامه بالعافيه، يحب كيما الزيت هذاك فوق الماء. لكن انت يا باش، انا راني راه الكلام نتاعي راهو دقيق، ما رانيش غير نطلق في الفاظ هكذاك برك. راني قلت للاخ اللي كان يتكلم معايا قبل من جويه الصيف، والاخ اللي جا من بعده اللي نتاع تيزي وزو، قلت باللي انا الناس يكونوا مؤمنين بالفكره، مؤمن بالفكره، مؤمن بهذه الفكره نتاع انه الجزائريين والجزائريات يلتقيوا في الداخل وفي الخارج في اطار نتاع مشروع مجتمع يدير له الناس خطوط عريضه. هذا الناس يكونوا يعرفوا بعضهم، بمعنى انه قال مثلا واحد من الصيف يعرف مجموعه من الناس راهم ملف، عنده اصحابه وعنده اصدقاء، وقال ودي والله راني انا نتبع في اللايفات وراني نتبع، انا قال مثلا في نقاشات وفي كذا، وراني شفت باللي هذا الكلام راهو موضوعي وراهو منطقي، وراني شفت باللي راه كاينه فيه افكار راه ممكن تخدم البلاد، لما لا؟ واش رايك لو كانوا نقولوا مثلا نديروا فيه دردشه نقاش؟ انا لما راني رايح ندردش مع الناس، رايح نحكي معاهم، نتناقشوا على مواضيع معينه هكذا، ونشوف. مانيش انسان غبي انا باش يجي انا واحد يحمل عليا، فهمتني؟ يا ما ناس فاتوا معايا، ولكن منهم اللي ضرب 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 ومن بعد يطلق وراح، فهمت؟ باسكو هذه أستاذ المسألة تتطلب الصبر وتتطلب بعد النظر وتتطلب الاستمرار، أنا نقول لك فهمت؟ حاجة، نقول لك حاجة ونخرج من اللايف، نخلي كلمة لواحد آخرين، الناس تطلب تطلع معك قانيت. أنا لو كان يبقى الوضع على ما هو عليه ويبقوا هاد الوجوه اللي قبلوا الدوسيات تاعهم واللي كانوا ديجا من قبل في الحكم، ويبقى هذا نكاز بيس، أنا واني نقولها لك، أنا نفوتي على نكاز بيس وما نفوتيش على هادوما اللي كانوا ديجا من قبل في الحكم. ما انا يحكمش ما يساعدونيش نهائيا، ما يحكمش نهائيا. 38 سنه يوم ما مار كرهنا شوف منهم، نقول لك، اسمع كرهت هذا، انا الخوف تاعي الوحيد، انا عندي بنتي في عمرها 16 سنه، وعندي الصغير تاعي عنده في عمره 6 سنين، قريب 6 سنين، الله خايف يبارك، يكبر ويولي وليدي صغير في عمره 39 سنه قد باباه مازال يحكم فيه بوتفليقه. انا شوف هذه يا الأخ مهدي، خايف منها ومانيش حاب ترى الأخ مهدي، شوف نقول لك، هذه هذا النظام، شوف النظام هذا
درك هما راهم على بالهم به. تاكل لما تروح انت لوزارة الداخلية على جال باش انت تطلب الملف نتاع الترشيحات، هما يعطيو لك الملف مقابل الاسم نتاعك في الورقة، اسم رشيد نكاز، وهو إذا راك تشوف في الاستمارات كامل مكتوب فيها رشيد رشيد نكاس، نكاز، رشيد وهو هم اللي جابوه راه اسمه مع رشيد نكاس. نو 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 هذيك البالر جود، وما راهم على بالهم باش شكون هو رشيد نكاز اللي يهضروا عليه. فهمت؟ وبالتالي الملف نتاعهم مرفوض، ما تقدرش انت تمد بصح كاين امر التوقيعات واحد اخر، نتاعك، ما تنجمش تمد التوقيعات نتاعك لواحد اخر. هذوك بصح انا الاوراق هذوك راهم نيميروتي، فهمت؟ والله يا غير استاذ غير لعب سبلبل خشان، والله ما يفوت، والله انا غير نقول لك والله ما والله على مام بالهم عبد به. العزيز بوتفليقة، والله يا استاذ غير راهم زوج جوايه، والله راهو مام الجهه المقابله من الجهه اللي مليح. انا نتناقش معك برك استاذ، انا ندي من عندك عقليه، مام الجهه الاخرى على بالهم باللي ماشي عبد العزيز بوتفليقة المترشح، اسم على برك بال، على سعيد بال ناصر بوتفليقة هما المترشحين، راهي في ايوه كيف على راهو اللي زوج جوايه خشين. بالاتفاق، اسمع، بالاتفاق مع طرطاق ومع القيد صالح، وبالاتفاق مع الجهات الدولية هذه غير كون كاني، هما لما تشعل في البلاد لو كان يعني تطرطق وتكون فيه يعني احداث وكذا، عندهم المخطط باء، فهمت؟ وما ذلك راهم المخطط ألف مشاو فيه ورايحين يكملوا، أن الانتخابات تجري في الوقت نتاعها المحدد 18 أبريل، فهمت؟ إن شاء الله ما واللي دام راهو نتمنى. فايت، واللي فايت هو الكادر نتاع بوتفليقة غير كون كاني، ومن بعد هما في خلال عام، راني هدرتها منذ مدة في لايفات مختلفة ومكتوبة، راها موثقة في الصفحة نتاعي في الفيسبوك، في خلال عام يديروا الانتخابات، في خلال عام، وراني إن قلتها، شاء الله. قلت باللي هذا الناس راهو ممكن، لو كنت لو كان تخير بين هذا غديري وهذا الجماعة نتاع بوتفليقة، لو كان تخير نتاع الغديري ويفوت هو، راهو التغيير على 40 50 سنة ما يحدثش، بينما إذا كان درك فاتوا هذه مغديري الجماعة نتاع بوتفليقة، التغيير راهو رايح يحصل خلال عام، رايحين هما خلاص انتهى، على بالهم بيه باللي خلاص راهم دوك من خلال الأطباء ومن خلال الدواوات تاعو وكذا، وعلى بالهم بيه باللي هما درك، شوف هما دوك الشيء اللي زعجهم، واش هو زعجهم هذا الحراك الشعبي، خطر عليه مش قادرين الجماعة تاع الجيش، مش حابين، مش قادرين، مش حابين يخرج بهذه الإهانة، فهمت؟ اللي راهو يعتقد باللي هذا المجلس الدستوري راهو راح يرفض له الملف نتاعو، هذا راه مبوقل في دماغه، ما على باله بولو، ما مبوقل في لبناش راسه، والله ما لبنا، ما انا فاهمين والو، ما كانش انا فاهمين المجلس والو، راه صاير الدستوري في هما اللي العالم. عينوه تفاهموا معاه قبل ما يجي، وديجا راه واحد من توعهم مقتنع بهذه الافكار تاعهم، بالتالي راح يفوت، ويفوتوه في الانتخابات في 18 افريل يفوتوه، الا اذا حدثت هبه شعبيه حقيقيه من بعد هي تفرض واقع واحد اخر، وهما راه ما عندهم المخطط به. القضيه درك يا هما أستاذ هذه تاع شيخ الندوه مصطفى، الوطنيه اللي بداو يهضروا عليها، هما راهم دوك الان يحوسوا يلقاو له مخرج مشرف، قال اودي ها هو هذا بوتفليقه ودار لكم ندوه وطنيه، جزء من الشيء اللي رانا راح نقولوا فيه حنا اللي كنا نحكيوا فيه منذ سنوات، فهمت؟ لكن الحل الصحيح اذا كان يحوسوا هذه الجماعه يحوسوا يخرج، هو تاع تاجيل الانتخابات، ديال الانتخاب، تاجيل الانتخابات، ودير اخويا هذا المؤتمر هذا في الداخل وفي الخارج، خلي الناس توجد للانتخابات، علاش انت تروح تخسر ملايير في هذه الحمله الانتخابيه ودير انتخابات وبعد 6 شهور تعاود ترجع لنفس الحكايه نتاع الانتخابات، هذاك ومن بعد قادر فيما بعد يزيد يعاود يطلع لنا واحد ويزيد يجيب بنا الوقت 15 سنه ولا يا 20 سنه. استاذ، هما مش حابين، هما مش حابين يخسروا، لا يخسر الشعب، هما بيحوسوا يبرولونجيو المده باش واش بقاو لهم شويه صوارد لهنا في الجزائر، شويه فرنكات يزيدوا يهربوهم مع الاخرين. يا استاذ هذا امر واضح، هذا الشعب كاع راه فايق بالامر هذا، قاولهم شويه صوارد حبوا يكملوا 6 شهور ولا عام يهربوهم،
ويريحوا ترونكيل، ويروح واحد عنده دار في لي زونزيليزي، واحد عنده دار مش عارف في لا سويس، واحد عنده دار، ويخلوا الشعب يتاكل في ما بيناتهم. هذا امر ما يحوسوا عليه، انا نعرفوه. علاش قلت لك انا شاب جزائري؟ يكلخ له النكاس كما تقول انت، ويقدر يكلخ له الغديري، ويكلخ له اي واحد. علاش؟ لاخاطرهم كارهين النظام هذا اللي عنده 62 وقائم. كراه ناسي بون اللي جات يكلخ لنا بحبه حلوه، باسكو هما ما عرفوش يكلخوا لنا، هما ما طاولناش حقنا. هذا ما كان، جيب لي واحد ضحكه سهله مهنا. ربي يبارك فيك الاخ مهدي، ان شاء الله رانا نزيدو نتواصلوا. ربي يحفظك. شكرا. ان شاء الله. شكرا. شكرا للاخ مهدي. انا صبرت لك شمن نلقى واحد من شوف طرا هذا بن سعيد، جبني واحد كتب لي تعليق. هاي قال لك يحيى رشيد المكاز الميكانيسيا، هذه لازم شعار، شعار تخرج الناس كيف في المظاهرات والله ويعيطوها. ايوا الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، بارك الله فيك يا اخي. طول عين الاخ هذا. منين راك تكلم فيك؟ الله المستعان. سفيان بن سعيد من باريس. مرحبا بك الاخ سفيان، حياك الله يا اخي. طبعا الله. عندي كلام كثير ونحاول يعني نختصر قدر المستطاع. مرحبا. طبعا من كل المتكلمين على الساحه الذي يظهر لي يعني يتكلم بوضوح ولا يتكلم بعاطفه هو الاخ نور الدين حفظه الله. ربي يبارك فيك. سمعت الكثير يعني مثلا العربي زيتوت عاطفي جدا، للاسف عاطفي جدا، واحيانا استغرب يعني كيف رجل مثل هذا الذي يسمى بالاستاذ وكانه محلل سياسي الى اخره تكون في هذه العاطفه وهذه بعض الاشياء السطحيه وكل شيء يمر بسلميه وكانه يعني البلاد ليس فيها يعني مخابرات وليست فيها بعض الناس الجواسيس وكأن المظاهرات لن تخترق. كلام عجيب هذا، ما أدري يعني كيف هؤلاء الشعب يعني يعتقد في هذه الأمور. أيضا من العاطفيين الذين أفسدوا في البلاد علي بالحاج مثلا، وهذا الخبرة تاعه الأولى من الشعب أن يستفيد من هذا الأمر، حتى أن أنصح كل الشعب أن يستمع للحوار الذي دار بين الشيخ الألباني وعلي بالحاج. يعني يعلم الناس يعني بأن هذه الطريق أصلا غير صحيحة من أولها إلى آخرها. وأنا يعني قد أعارضك عندما تقول الإسلاميين، ولا يوجد إسلاميين يعني في الحقيقة، يوجد هناك مسلمين يصدقون خبر الله. الأخ الكريم شوف، احنا دوك هذه التصنيفات موجودة، ماناش احنا اللي درناها، تصنيفات راه الناس تصنف هكذا. احنا رانا كامل مسلمين، ما عندناش احنا المشاكل، ولكن التصنيفات هذه هما داروها، احنا رانا نتعاملوا معها على جال باش الناس تفهم باللي ماناش اقصائيين، رانا نتكلموا لما يكون هناك حوار يحضروا فيه الناس كل. هما اللي داروا التقسيمات هذه، هما اللي داروا الحدود هذه، هما اللي خلقوا هذه المشاكل، احنا راك تتعامل مع واقع. صحيح. فبارك الله فيك. ضاع مني خيط ال جبت لي قلت لي فقلت لك الإسلاميين وقفتك عليها. نعم، قضية الإسلاميين مثلا أصلا يعني حتى في الجانب الشرعي، وأنا هذا الذي يعني أتمنى منك يعني أنك تكون عندك بعض العلوم الشرعية مثلا كقراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يسمى السياسة الشرعية، يعني حتى بينتم افتحتوا هذا الموضوع تاع ما هي مواصفات الرئيس الذي يحكم البلاد. هذا ذكره العلماء في الكتب، هذا يحتاج أن يعني تكون هناك يعني جدال ونعود نطلعه ونهبطه. هذا تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب يسمى السياسة الشرعية، اقرأوا يا ناس اقرأوا. أيضا مسألة العلمانية ومسألة الديمقراطية، كثير من الناس يذكر هذه الكلمات الديمقراطية وهذه الشعارات الجذابة وهو لا يدري ما هي مآلات هذه الكلمات أصلا، هو لا يعرف أصلا الديمقراطية في أصلها وفصلها وما هي المآلات التي تؤدي إليها الديمقراطية. يعني كلام يردد فقط بسبب الإعلام للعجب. ننصح الكثير من الإخوة إذا كانوا يسمعوا فينا وحبوا يتثقفوا يقرأوا كتاب يسمى العلمانية طاعون العصر للكاتب سامي عامري، باش يفهم ما هي العلمانية وما هي الديمقراطية. وبخصوص رانا نتكلم عن الانتخابات،
والذي أعجبني فيك أنك أنت كنت تتكلم على رشيد نكاز، وحتى أني يعني أنا درت وقفة في واحد الوقت، قلت نقول أظن أن نوردين نجربوا نوردين الخباب الآن، فإذا مر رشيد نكاز فإذا ما مرش فهذا يدل على أنه تفكير صحيح يعني، الحمد لله. فأنت اليوم أثبت أن كلامك كان صحيح في رشيد نكاز، وأنه ما مرش، وأنه صح اخترع يعني سيناريو كما تقول أنت، بارك الله فيك. فهناك كتاب جيد جدا ذكره، سماه يسمى الشيخ محمد الإمام اليمني، كتب كتاب يسمى تنوير الظلمات في بيان فساد الانتخابات، أو تنوير الظلمات في كشف مفاسد الانتخابات. كتاب جيد جدا، يذكر لك يعني بعض الأشياء التي تحصل في الانتخابات التي لا تظهر للشعب، يعني أمور غير ظاهرة، من كما يسمى بالفرنسية لو كونفلي دانتيغي، ها المصالح المتضاربة، أو بأنه يعني يذكر أشياء كثيرة، يذكر الأموال، يذكر الرشاوي، يدل على أن الانتخابات باش تكون نزيهة يحتاج إلى يعني صعب جدا، صعب باش الإنسان مثلا يقدر يعني يروح يثبت بأنه هذه الانتخابات صح نزيهة. فالإنسان لا تكونش مجذوب بالعاطفة نعم والعواطف. وبعد كما ذكرت أنت أنه الناس يحاول دائما أنه يجذب عواطف الناس، إما عواطف الناس الإسلامية أو العواطف يعني الوطنية إلى آخره. وللأسف يعني الناس دائما يجذبون بهذا. ما أدري إذا أردت عندك تعليق على كلامي أو أستطيع الإكمال، بارك الله فيك. ما عنديش حتى تعليق، جزاك ما الله خير. عنديش حتى أيضا أنا تعليق. حبيت نصح كل القضية المستمعين، تاع التوجهات، كل إنسان وراه عنده التوجه. أنا شخصيا ما عندي حتى مشكلة لا مع الناس هذول اللي عندهم توجه إسلامي، ولا الناس اللي عندهم توجه علماني. فرق بين هو أنك أنت تحاور، وبين هو أنك أنت تقتنع بالأفكار. فهمت؟ أنا نحاور الناس كل، نسمع لهم وكل، وعندي طبعا عقلي نفكر هذا هو بيه. الواجب. فهمت؟ عندي عقلي نفكر بيه، ما لازمنيش أنا نحط روحي في موقع اللي نصير انا نقصي فيه الناس. نسمع لك كيما دوك يجي واحد علماني نسمع له ونتناقش معاه، طبعا نحاول نركز على الاشياء اللي تجمعنا، ونحاول ندفع صحيح، الامور للامام. أي رجل في السلطة يجب عليه أن يفعل هذا، لأنك تجمع بين المصالح والمفاسد، نعم وهذا الذي انا اوافق عليك، والحمد لله رب العالمين. وهذا كل الناس يقولون هذا، حتى هذه نظرة ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر هذا في كتبه. وبخصوص مسألة العقل، فانا انصحك ايضا بكتاب تعارض العقل والنقل، لانه مسألة العقل هذه راه مسألة شائكة وكبيرة جدا يعني. لا فعلى كل حال شوف، نقول لك هذه الامور اللي تهضر عليهم، كاين هذا الكتاب هذا اللي تحكي عليه راني قريته. والعقل، العقل راهو يبقى مهما وصل الانسان من العقل، راهو كاينه حدود. يعني راها حتى فيه آية نتاع اعقلها، راها نعرف هذه الامور. يعني مش انسان اللي طيب اعقلها، الحمد لله عقلها معناتها الحمد انه لله راهو محدود. العقل عنده حدود، ولكن مرات الحمد هو لله أن جزاك الله الإنسان خير. على جال باش لما تتكلم مع الناس، حتى باش الناس، ومرات نطرح إشكاليات بالذمة، نطرح نعم إشكاليات على جال باش الناس تدفعها باش تفكر. خاطر كاين الناس تنساق أحسنت، تنساق وراء العاطفة دون استخدام العقل. كيفاش أحسنت يجيب لك واحد انت هذوك مثلا حاجة راح يحرقك بها وانت ماشي؟ لا، خدم عقلك، استخدم العقل نتاعك، فكر قبل ما انت تتخذ قرار هذاك. خطر القرار هذاك قادر انت تتخذه، من بعد انت القرار هذاك يدمر لك حياتك. طبعا خويا نور الدين اسمح لي، احيانا كي نقول اقرا كتاب يعني مش نكلمك يعني انت شخصيا، لان على بال الناس يسمعوا فينا، ما حتى فيش بعض الناس قد مشكلة. يستفيد يعني نعم من اسماء، لانه الكثير من الناس قد يكون تايه، فاذا انت ارشدته لبعض المصادر العلميه تقدر انت ما تقدرش تشرح له انت كل هذه الافكار الكبيره، فترشده لبعض المصادر العلميه وش نعم يقدر هو يثقف روحه. لانه احنا الان نعيش يعني مشكله ثقافيه، الشعب يعني مش انسان واعي يعني، وانت راك عايش في اوروبا وراك تشوف في هذا، انه الفرق نعم بين الوعي الاوروبي مثلا والوعي اللي عندنا في الجزائر. يا شوف، اخي انت يعني الان يشوف فيك اسمع كتاب ايه، حاجة تفضل. برك نمر بها برك، إذا تسمى دوك من خلال تسمى التجربة هكذا الإنسان اللي مر بها. الإنسان تربيت في الجزائر أنا، وكبرت في الجزائر، ونعرف الحركات يعني الإسلامية، ونعرف الحركات الأخرى. عشت في فرنسا وشفت التناقضات هذه اللي موجودة،
ودرست في الجامعة ودرست في البلاد وتكونت لي هذه القناعة، بالإضافة إلى المآسي اللي علمتنا بزاف حوايج. صرت أنا لما يتكلم واحد نعرف غير كلمة زوج، نعرف واش راهو من وراه، هو راه رايح، نعرف الأمور يعني. صحيح، من خبرة يعني. قبيل البرك كان نتكلم أنا وواحد هكذا في الدردشة هكذا، جبد لي بومدين، قال لي بومدين ما كلمش حتى رصاصة. قلت له هذه مش فكرة نتاعك. قال لي كيف من، قلت له أنا نقول لك، قلت له ما تضل طلع، ما تضل تهبط، الفكرة مش تاعك. زاد شوية زاد جبد كلمة واحدة أخرى، قلت له هذو نتاع ناس عنصريين معروفين بالعداء نتاعهم، بالتالي غير مكلهت أي بدأ يحكي لي والتزوير ومنا وما عندناش تاريخ. قلت له قريت الكتاب نتاع الحركة الوطنية نتاع أبو القاسم سعد الله؟ قال لي لا ما قريتوش. قريت تاريخ الجزائر نتاع واسمه المبارك الميلي؟ ما لا ما قريتوش. قلت له من التاريخ راك تحكي عليه انت؟ كيفاش تعرف التاريخ وانت ما تقراش الكتب تاعه؟ منين تجيك المعلومات هذه؟ انت معلومات قالها واحد انت استطعمتها هزيتها تردد فيها بدون ما على بالك. قلت له على بالك باللي بومدين كان قائد الاركان، على بالك بها ولا ما على بالكش؟ كيفاش هذا قائد الاركان اللي هو جاب سفينة مملوءة بالسلاح ودخلها للجزائر ما كلمش قرطاز؟ ما شاء الله عليك، هذا اللي كان قائد الأركان اللي كان مع بوسوف وكان مع العربي بن مهيدي ما دارش الثورة، وانت الآن جيت تشارك في مسيرة خلاص سير انت يا واسمو، خدم راسك يا صاحبي، خدم مخك. اي الله المستعان. قلت لك انا رايت انه بعض المتكلمين اللي معاك يعني سبحان الله نسال الله العافيه لا يحسن سؤال جواب، يعني مغالطات منطقيه يعني. الان مثلا من المغالطات المنطقيه هذه اللي يذكرها كثير من الاخوه الان في الكلام، وهي حصر يعطيك خيارين ويقول لك اختر ما بين لا بيست والكوليرا، فاذا اردت تشرح له يقول لك اما انك ضد ام مع. يا اخي هذه تسمى مغالطه منطقيه، اذهب لليوتيوب وكتب المغالطات المنطقية وسهم باش تعرف باللي راك تغلط فينا. لا يشترط أنه الأخ نور الدين خبابة أنه يفصل بين موقفين أنت اللي تخيرهم، أنت اللي راك تحشرنا في زاوية وتقولنا إما رشيد نكاز أو بوتفليقة. من قال هذا يا أخي؟ من قال هذا؟ هناك بعض الحلول الأخرى كما قال بعض، يقول لك الذراري مثلا نخرج يعني بين قوسين، يقول لك الطفل إما أنك تضربه لم يترباش، هذه مغالطة منطقية يعني ما كانش الكلمة الحسنة، ما كانش طريقة أخرى يعني إما الضرب ولا ما يترباش يعني، هذه نعم. تسمى مغالطة منطقية. نعم. فأحيانا بعض الناس سبحان الله ما تقدرش تحاور وما يحسنش سؤال جواب، سؤال جواب، هذه مشكلة كبيرة جدا عندنا احنا في الشعب ديالنا للأسف بسبب العاطفة. كاينين الناس ماشي قضية تاع عاطفة، كاينين الناس مكلفين، كاينين الناس مكلفين من أجل تسويق أشياء. هذه الهدف تاعهم، عارفين بلي الناس راهم يتبعوا وبالتالي هما يحاولوا يسوقوا اشياء، وانا ما نطيحش في هذا البياج تاعهم، نعرفهم تسمى راني قديم عليهم في الانترنت، نعرفهم، ما نطيحش في البياج تاعهم. مرات بالك برك مرات ساعات هكذا وين الواحد يكون متفاعل هكذا والله منفعل، فهمت؟ مرات يكون واحد منفعل ممكن بالكش تمر كلمه هكذا غوش ولا دروات، ولكن في الغالب دائما واحد على باله بروحه واش راح يقول. طبعا تسمح لي نكمل بالنقطه الاخيره ونخلي الاخوه يتكلموا لانه ربما يطولت عليهم، بارك الله فيكم. هناك امر مهم جدا وهذه تعتبر من سنن الله في الخلق، يعني في كثير من الناس يحاول انه يجيه كل شيء في دقيقه واحده ويخالف اراده الله سبحانه وتعالى الكونيه. الله سبحانه وتعالى يخلق الكون هذا كل شيء يعطى الوقت. فالله سبحانه وتعالى خلق ما خلقش الارض والسموات في هكذا في دقيقه، بل خلق في 6 أيام وكذا. فحتى الله سبحانه وتعالى عندما اراد ان ارسل موسى عليه السلام لبني اسرائيل باش يخرجهم من عذاب فرعون، فهذا موسى هذا راه سن الله حتى تولد وحتى كبرت امه وحتى ذهب عند فرعون وتربى وكبر واعوام 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 باش جاء النصر تاع الله. فهذه من سنن الله. فالشيء الذي المؤسف ان الناس ضاعت ثقة تاعهم بالله سبحانه وتعالى وكأنه المغير هو رشيد نكاز، فيتعلقوا بالأسباب وينسوا بخالق الأسباب، وهذه كارثة كبرى.
فالله سبحانه وتعالى هو الذي يغير، ربي يهديها الله سبحانه نورك وتعالى هو إن شاء الله. المغير، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. نعم. وعندكم انتم ايضا يعني الحمد لله في الجزائر علماء كبار كشيخ فركوس، هؤلاء مثلا نسمعوا بزاف كثير يستهزأوا بهم مع انهم ناس ما عندهمش، يعني انا حتى سمعت العربي زيتو تقول هؤلاء اصحاب دنيا. انا قلت من هو اصحاب دنيا؟ هذا 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 فركوس هذا ممنوع حتى من التدريس ومن كذا، كيف اصحاب دنيا هؤلاء؟ ما السيد حاكم في المسجد تاعه اصلا في المسجد ممنوع عليه يدرس يعني. فكيف اصبح الناس الذين يدعون الشعب للهدوء ولعدم المظاهرات لأنهم يعتقدون حرمة المظاهرات، وهذا ليس قول الشيخ فركوس فقط والله، هذا قول ابن تيمية وإمام أحمد بن حنبل وكل عقيدة أهل السنة، فكيف الآن هؤلاء يصبحون أصحاب دنيا؟ ففرق يعني فرق ما بين الذي يفتي لأنه يرى أدلة شرعية والذي يعني عنده يعني كما تقول أنت توجهات وكذا وكذا. المهم بارك الله فيك وجزاك الله خير، واعذروني على الإخوة هذو اللي راهم يسبوا فيا، نقول لهم عند الله تجتمع الخصوم وانت اسمع، حقي ان شاء الله ما كاش مشكل. احتسب عند ربي، هو ربي هم الناس يسبوا فيه، ايه احتسب عند اه ربي الحمد لله. وخلاص. ربي يبارك فيك، جزاك شكرا الله خير، اسمح للاخ، لي على الاطاله حفظك الله. ربي يبارك فيك، شكرا للاخ الكريم. شوفوا ترى هذا الاخ انيس، انيس حجرب، هذا راه عندك مشكلة الأخ الكريم أنيس. أمير يا الله يا كريم، النيفو تاع الباتري ما بقاش بزاف. الاخ الكريم يبدو بان عندك مشكله في الخط تاعك. شوفوا ترى وينه هذا، شوفوا ترى هذا حمزه، وبالك نختم البرنامج. المهم معذره الاخوه، بالك العذره راح لعل الحال عندكم. هاي والاخ حمزه، شوفوا هذا عبد القادر، السلام عليكم الأخ نور الدين. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ عبد القادر. ويسرك لاباس الشيخ نور الدين؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، من وين تكلم فينا الأخ عبد القادر؟ نعم، من وين تكلم فينا؟ بريطانيا. إيه ما شاء الله يا أخي، السهرة هذا لا غير قلت وعاود فتحت فيسبوك ستار هي مخلطه يا ستك لايف، قلت نشوف. ربي ربي يستر برك، ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس ما على بالناش كاع واش راه صغير. واش شفت الفيلم الهندي تاع الكازو؟ والله عبالك ما فهمنا والو، ما فهمنا والو، مشكل والله صراحه. وصلت مشكل 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 كبير، ولا مشكل كبير، مستوى المرة اللي فاتت راح رشح اختو في باري، بصح بصح نور الدين هذيك دركا. نور الدين لما تروح النخبة ما كاينش نخبة، هذه هي واش يصرى. ايه هذه هي كما قال اسمه الشيخ شعراوي، ربي يرحمه، يقول لك عندما يروح اهل عندما يسكت اهل الحق يتوهم هذو اهل البطل بانهم على حق. هذه هي، وكان راهم اهل الحق راهم يتكلموا راهم يدعيوا في الناس وكذا، وكان راه كاين وعي ولو كراهيه، وما تركوا المجال هكذا
وللاسف الشديد ثاني كان النظام يعني اللي ضايقهم، النظام ضايقهم وهو اللي انشر هذه وشر، ولكن الان جت هذه المواقع المفترض هو انه ما يتركوهاش. بصح المواقع دركا كثيره ما تعرفش كاع، دركا ما تعرفش كاع واش كاين. تدخل دركا المواقع، كل موقع عنده جهات يخدم عقلك، خدم عقلك. شوف انا موقع، شوف انا شخص، والله هذيك نسمع له عندي عقل نخمم به، اسكو هذا الكلام راه يقول فيه راه هو موافق القناعه تاعي، اسكو الكلام هذا اللي راه يقول فيه راه كلام تاع حق، اسكو الكلام تاع باطل، اسكو راه موافق المصلحه تاع البلاد، اسكو راه موافق نشوف نميز عندي عقل نفكر به. شوف واحد انا باللي راه انسان ما فيهش خير نجتنبه. لا والله ربي يجيب الخير وخلاص. فيلم هندي على بالك؟ فيلم هندي. ايه والله فيلم هندي. فيلم هندي ما انا كنت عارف لهم يعني خرجم. قلت لهم انا باللي شوفوا لازم يدير حاجة، لازم يدير خرجة باش يلقى كيفاش يخرج من المأزق اللي راه فيه. بصح المأزق ما هو ماشي في مأزق، هو دار واش هو اتبع الخطة كما شغل هو واش دار. هذيك هي هذيك اللي تعامل معاهم هكذاك. كيف هذيك تعامل هكذاك؟ انت لما تروح تقدم ملف على بالك بلي مش حيقبلوه. انا شوف انا دوك عندي مشروع، مش بالضروره نكون انا رئيس. لما دوك مثلا انا نلقى ناس انا اللي هما يحملوا الافكار نعاونهم. علاه مقل تكون انت ولا واحد من لافامي تاعك من عمك؟ لماذا والله انت ولا اختك؟ ما هو الفرق بينك وبين هذا والسعيد سعيد بوتفليقه؟ شو الفرق؟ ما حتى فرق. ايه ما حتى فرق. انت لما يكون عندك مشروع، عندك مشروع قال لك انا دوك راني نسعى من اجل تجسيد مشروع في الجزائر، مشروع وطني، مشروع فيه مواصفات، قال لك لا اقتصاديه، قال لك لا كذا كذا كذا، واحد زوج ثلاثه. شوف انا اساتذه جامعيين، شوف ناس مخلصين، شوف ناس انا حابين خير للبلاد. اذا كان شفت انا واحد اللي راه تتوفر فيه صفات وقادر هو مثلا يجسد هذاك المشروع، او على الاقل ماشي بالضروره يجسده، على الاقل هو انه يمهد لك الارضيه نتا على جال باش انت تجي فيما بعد باش تزيد باش تدفع الامور الى الامام. لكن باش تحصر القضيه في نفسك او في خوك والله في اختك والله في ولد عمك، هنا اسمح لي ثق عباك الحاجه اللي ما كاش. هذه رانا قاع ضد العهده الخامسه. كاين عباد برك اللي المصالح تاعهم راهي الاطفال على بالهم بها، الاطفال على بالهم بها. صح نشوفوا كاع الشعوب كي يكونوا ضد عهده ولا ضد رئيس ولا ضد حكومه، عندهم حكومه بديله رامي يساندوا في حكومه، عندهم حكومه. حنا هذا ما حتى رئيس رانا نحوسوا عليه ولا ما كاش، او كاين انتخابات ما حتى رئيس ولا حكومه تاع الشعب دايرينها الشعب بنخبه ما كاش. صح انا ما كاش رشيد نكاس، لنفترض ما كاش رشيد نكاس، شكون هو اللي حترشحو باش يكون يقود هذا يخرج هذا البلاد من المأزق اللي راهي فيه؟ شكون انا اللي تهضر عليا؟ ما راني نهضر، راني نسقسي فيك ونسقسي في رواحنا ونسقسو كاع على رواحنا. انا مؤمن بالعمل الجماعي. صح العمل الجماعي، وين راه العمل الجماعي؟ نعملوا له. صح كيفاش نعملوا له؟ حنا كان على بالنا بلي عندنا 5 سنين، هذه 5 سنين ما وجدناش رئيس يحكم البلاد. مشكلة من هذه المشكل فينا حنا، مشكل فينا حنا كاع، مشكلتك انت. عندنا سنوات وحنا نناضلوا من اجل النهار هذا، ولكن الناس للاسف شديد كانت ما على بالهاش. دوك الناس فقط خرجت في 22 فيفري حياتنا منذ سنوات وحنا ننظر لها النهار هذا.
بصح تناضل، راك تناضل انت هيا، بصح ما عندكش كي تناضل لما الواحد يناضل، ناضل جماعه تناضل عجل باش الحق وقت 22 فيفري. بصح وين راه، وين راه كي تخرج اني ضد العهد خميسة اوكي بوتفليقه ما يرشحش روحه، ماشي يعني حنا ما نقولوش بوتفليقه، جماعه بوتفليقه ما يرشحوهش، يرشحوا واحد من الجماعه تاعو ويبقى نفس نفس المشكل اللي رانا فيه. تكلمنا عليها هذه الاخ الكريم. احنا اسكو عندنا واحد نثيقوا فيه وراه مرشح دركا باش ننتخبوه ولا الشعب ينتخب عليه؟ ما كاش. لو تجري هذه الانتخابات ما كاش نكاس، ولا حتى يكون نكاس. انت لما تروح لصناديق الاقتراع انا دوك غادي نروح نفوطي، على من نفوطي اودي الظهر وقلم، ما راكش فاهم الكلام اللي كنت نحكي فيه انا. ما كنتش ما لما كنتش ما ما دخل ديريكت معاك، ما سمحتكش مليح، سمحتكش مره سمحتك مرتين دوك باش نعاود الكلام نولي نزيد الناس الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا يملوا، راهم يحاولوا يسمعوا اصوات جديده، يحاولوا يسمعوا اراء جديده. المهم شكرا اخي الكريم، شوف ترى المرة الكريمة الكشمة اخوة اخرين، شوف ترى هذا الاخ عبدو. المهم الاخوة راه ما بقت ليش اسمه، ما بقت ليش الباتري. شوفوا هذا رفيق ونختم البرنامج. للأسف الشديد هذا رفيق، يا الله يا كريم. المهم الاخوة راه خلاص للباتري، ما نقدرش نزيد بزاف، اعذروني حتى انه راه الوقت متاخر في الليل. ربي يحفظكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. مرحبا بك، يعيشك ربي يحفظك استاذ. الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ؟ من ام بواقي. ما شاء الله، مرحبا. استاذ حنطر عليك زوج اسئله برك باش ما نطولوش عليك. في السؤال الماضي، من هو الرئيس اللي كان بالنسبة لك الأفضل؟ بالنسبة لي هي بومدين. معليش، وفي الحاضر من هو اللي كان في راسك متوقع كان يغير البلاد في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي ولا الوقت الحاضر ولا المستقبل؟ في الوقت الحالي اللي يقدر هو ربما يدفع الامور هو حمروش. في هذا نشاطرك الراي، بصح الاول ما نشاطركش الراي، هنا تلاقينا في نقطه واختلفنا في نقطه. ما خو ما كاينش مشكل، ما لا ازمه، ما لا بحث مليح على حمروش. تعرف شكون هو بومدين؟ لا انا باسكو انا كنت متبعك، يعني تبعتك شكون تحكيك وحكيت على انه السي بومدين قلت شارك في الثورة وشارك مع عبد المهدي، وهذا خطأ كبير. هذه ميش، هذه معلومة كما نقولوا احنا خاطئة. يا برا يا رجل البليس، شو كتاها ما لا غالب، انا ميش راح نقول لك ما ندخلوش في لي ديتاي. ممكن هذا تاريخ، واش من واش من هذه مش وجهة نظر، تاريخ تاريخ موثق. انت كتقول انت كي تقول لي تاريخ وانا تاريخ تاع بن ميدي حافظه. وين كان بن ميدي؟ بن ميدي انا نخمتي بن ميدي. وين كان؟ لا يا هم النخمة تاعك. وين كان؟ كيف وين كان؟ وين كان؟ واش من جهة كان؟ الاخر في وهران. ها وبن ميدي وين كان؟ حتقول لي في وهران. ايه ومن بعد لو خرج سي ايت احمد قال لهم الاخر السيد كان مقاطع الثوره وكان في تونس، ومن بعد خرج دهليز قال لهم كان في القاهره، قال لهم حنا نروحوا. هواري بومدين نهار جا من مصر خلى على المغرب وكان في وهران. فهمت؟ وهران كان عربي بن مهدي، من بعد جابوا صوف كان هو معاه. كيفاش هو صار قائد الاركان؟ كان مع بن مهدي، وش ما كانش معاه عند بليس.
معليش، ممكن تكون انت تكون تصحيح وانا نكون غلط، ما نقدرش. كان معاه في وهران في في الوقت هذا كانت رصاصه ما عندهمش، هو اللي جاب سلاح، جابوه من مصر ودخلوه لثما من مصر. هما الوهران في الفتره هذيك ما كانوش حابين المنطقه هذيك يشعلوها باش يخلوها قاعده خلفيه يدخلوا منها سلاح. هذه معاك في الحكايه. ايه، ومن بعد نهار اللي استشهد العربي بن مهدي جا المكان نتاعو واسمو وصوف، وهو كان ولي بعد ما تعرض للخيانه. واش من خيانه؟ بن مهدي تعرض للخيانه هو. خلينا نهضر لك على واسمو على بو مدين. ايه نكمل موضوع واحد اخر. استشهد العربي بن مهدي كان بوصوف، من بعد هو كان معاه ثم. ايه باش كانوا هما يبتاعوا الامور بك. ايه تسمى معناتها باللي راهو كان هو قائد الناحيه قبل ما يطلع القائد الاركان، كان في وهران. هكا حنخرج على نطاق الاخر، الانتخابات التشريعيه اللي 2019. خلينا نرجع للانتخابات، ان شاء الله نتلاقاو في ملتقى واحد اخر ونحكيو فيه على اللي ديتاي تاع بن مهيدي وبوضياف. ان شاء الله حنا برك نرجعوا للاخر. وش رايك استاذ في رشيد مكياز؟ اعطني بمختصر محتال. دقيق. محتال. محتال كلمه، نختار لك كلمه محتال. انا ما اخترتش الاخر، ما قدرتش نختار له كلمه باسكو ما نعرفش عليه الكثير. انا باش ما نكذبش عليك، انا مرتاحلوش، قلبي مرتاحلوش. باش ما نكذبش عليك، حيت كنت تهضر وتقول لي كل شيخ، وانت كنت يا شيخ عاود سمع اسمع التسجيلات تاعي ما عندهم عده سنوات راه موجودين من هرب دين شط. اسمع التسجيلات تاعي موجودين في اليوتيوب، تقدر تدخل تلقاهم وتسمع الكلام اللي قلته كامل، راه موجود موجود الان. انا كان عندي راي، وانا درك كي دخلت عندك ولقيتك تحكي لقيت الراي تاعي مشاطر رايك بلي هذا الشخص كيفاه. هذا الشخص كان في فرنسا، من بعد ترشح للرئاسيه الفرنسيه، من بعد ما نجحش جا التريشي، من بعد جا الجزائر باه يترشح. ما انا بور ما دخلت ليش راسي، ما فهمتش انا كيفاه درك. انا حبيت نفهم، انا في عوض درك بوتفليقه، هو الشعب درك مش راضي على بوتفليقه. اي شمن شخص من المترشحين هذو اللي راح تفوضوا تاع ما انتخبش لا مع بوتفليقه ولا اللي معاه؟ هي كيما انتخبش الاغلبيه مع بوتفليقه يديها، باسكو مع المجاهدين ومع المهم. انا ما نشاركش الله يسهل عليهم. هاك نضر روحي ونضر اللي معايا. لا ما نشاركش. صلاة بالله يسهل على كل واحد. نحوس على مخرج، انا ماذا بيا ندفع الى هو ان يكون هناك تجميد نتاع الانتخابات، التاجيل تاعها وتروح الناس تمشي للمخرج. انا ما نكذبش عليك، انا لا حب هما يجيش الاخر يترشحوا ينتخبوا على السيد نكاز هذا، ينتخبوا لا خرج هو مرحبا به، لا خرج بوتفليقه مرحبا به. انا ما نقول لك معني مع بوتفليقه ولا معني مع نكاز، انا مع ربي سبحانه. ربي يبارك فيك الاخ الكريم، المهم راك جيتني في نهايه هذا البرنامج، ان شاء الله نلتقي في فرصه اخرى. عايشك ربي يعافيك. ربي يبارك فيك، شكرا. شكون نزيد الاخ؟ المهم الاخوه للاسف الشديد راه ما بقاتليش باتري بزاف، نعتذر منكم وراني مزكوم، ومع ذلك حبيت على جال باش نبعثوا رسائل. اعتقد انه نلتقي ان شاء الله في فرص واحده اخرى، الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.